وكذا وكذا وما عندهمش مهنه ولا مستقبل في الحياه. ممكن اي جماعه مشبوهه تستقطبهم. ده المناخ اللي احنا فيه دلوقتي. ايه التحديات بقى؟ لابد احنا نعرف ان احنا لابد نجد ده مش حل سحري، خلي بالكم ده مجرد افكار. انا موجود هنا في بلد من البلاد دي، اقرر انا هعيش هنا، يبقى اخش على المواطنه واكون مواطن، وانا مواطن يبقى ولائي للدوله اللي انا فيها وبحب الدوله اللي انا خرجت منها. الكلام ده اتكلمنا فيه من اكثر من سنه في غازي عنتر. لابد الانسان يحدد طريقه على حسب امكانيات الدوله اللي هو موجود فيها. يحدد. ما ينفعش بس الانسان يعيش كلام كده. بالك؟ يبقى هنا انا في الوطن ده، في داخل هنا هو تركيا او الى اخره، كل الدول دي كلها في مصر، في مش عارف اي دول ثانيه من راحوا فيها، في السودان بسم الله ما شاء الله في سوريين، رحنا شفنا هناك يعني انجازات كويسه جدا لرجال الاعمال السوريين هناك الى اخره. وانتوا ناس عندكم علم وعندكم حرفيه وعندكم اخلاق وعندكم ثقافه، يعني اي مجتمع بيحبكم. فطالما انا في مجتمع ابص هل انا هكون جزء من المواطنين في هذا المجتمع ولا لا؟ فانا اخش فيه على المجتمع عشان ما احسش المجتمع صاحب المجتمع ما يحسش ان انا طابور خامس. ولو شعروا ان احنا اللاجئين هم طابور خامس بيكون تعاملهم مختلف تماما. لابد نحدد شخصيه وجودي في البلد دي. او هاجر لبلد ثاني. ابتدي ابدا اجد اللي هو وسائل كيف اذهب لكندا لامريكا لاوروبا. لكندا لامريكا لاوروبا حطوا سايلنت من فوق خالص فوق. لكندا لامريكا لاوروبا واخد بالك الى اخره. فلابد الامر ده يتعمل واقرر فيه. ما نعيش نفسنا ونعيش الناس النازحين هنا معانا في احلام صعب انها تتحقق. بعيدة المنال، مش واقعية. مش واقعية، هي مش على مزاجنا لكن مش واقعية. لكن الإنسان لابد أن يبذل. بعد 6 سنين صعب أن الإنسان يعيش في أحلام وردية ويسمع كلام جميل ومعطر ومش هيتنفس. فأنا برفع سقف التوقعات لكن ما عنديش الإمكانيات اللي تخلي هذه التوقعات واقفة على أي أساس صلب. أرفع سقف التوقعات لكن ما عنديش الامكانيات ان تجعل هذه التوقعات واقفه على اساس خاطئ. هاجر لمكان ثاني او هرجع لسوريا. مستعد ارجع لسوريا؟ يبقى مستعد انا اروح الاقي بيت مهدوم اعيش في خيمه لمده 5 سنين. ده الاستعداد. انا كنت جاي من البوسنه من اسبوع او 10 ايام وكان في قريه على حدود سربرنيتسا يمكن بعض الشباب شافوها على الايه؟ على الفيسبوك. اتقتلت كل الاهل الا الشابين الصغيرين، كانوا طفولين صغيرين. لما رجعوا البيت بتاعهم كان اتهد. عاشوا في الحظيره بتاعت البقر غرفه لمده 5 6 سنين. تتحمل كده. وبعدين لما اتجوزوا الاثنين اتجوزوا كانوا عايشين في اوضه واحده. يعني الاخ ومراته والاخ ومراته. سنين يعني الرجوع للوطن مش حدوته بقى وانا رايح اتفسح بقى وانا كنت في الضيعه امبارح ورايح بكره، لا اللي هيرجع في زمن هيقعد سنين عشان يرجع يبني بيته بس. وبعدين بعد كده بقى شوية بعدنا كمان دلوقتي البوسنه خلصت 95 22 سنه الحمد لله. يمكن من سنتين ثلاثه الاستغاثه الاسلاميه بنت بيت لاحد الشباب دول، فيعني بس بعد كام؟ 15 سنه. واحنا في العراق اغلب اهل المسلم ما رجعوش. وهي خطوه تعدي كده. ليه؟ لان في احياء في الموسم مدمره عن بكرة ابيها 80% 90%. خلاص نص اهل الانبار او الرمادي رجعوا لانه عندهم ايه؟ يعني حمله مال مصاري. المصريين ما عندهمش مصاري فلسه عايشين في المخيمات، لسه بقى في صلاح الدين ولسه في تكريت وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فالرجوع للوطن حلم لكن قد يكون اصعب
على الناس انها تعمله. ليه؟ لان مفيش امكانيات، وانت معاك اطفال ومعاك نساء ومعاك كذا ومعاك، فلابد نعيش الناس في الواقع، واحنا نعيش في الواقع يا اخوانا. سقف التوقعات اللي العالم بترفعه لفوق ده، قول لهم اتقوا الله، عيش في واقع مع الارمله واليتيم والمسكين والنازح اللي في الداخل والاخت اللي بعد نفسها عشان تاكل ولادها. ده اللي احنا عايزين نعيش فيه. زي ما بقول لك كده عدل بقى، انا هختار ده العوده للوطن. مفيش كده حد هيديك كيس دقيق وبتاع ده وخيمه ولا كرفان وتروح هناك وتعيش. ده الرجوع ده ليه ميكانيزم. عشان كده واحد كان بيقول من اول يوم في الحرب لابد تخصص جزء من الميزانيه ها لبناء الوطن. من اول يوم صرفت كل اموال. ده انا كان بالنسبه انا الحمد لله شفت ايام جميله، يعني اسمر من خرنا من ايه قرن الخروب. اسود طبعا، يعني تقول اسود يعني والناس التاليه وبتاع. طب نرجع بقى نتكلم، نقعد على الترابيزه ونتكلم مع بعض، نفتح الملفات كلها. ده بالنسبه للرجوع. كنا احنا عندكم في الاتحاد اللي هو الشبكات كان في معركه على مباحثات السلام، مش كنتوا منقسمين؟ فاكر لما كنا في شهر يوليو ده ولا في الشفاء؟ وما زلت. غلط، مش هتقعد، كرسيك هيروح وبعدين ترجع تصور بعد كده. اصل فلان ده اتجاهه كذا ودي فلانه كذا. طب ما انت ما قعدتش ليه؟ هي كلها اجتهادات، كلها اجتهادات، ما فيش فيها نصوص قرانيه، كلها اجتهادات. مكان شاغر انت تعد نفسك، يعني مش اي واحد كمان يروح يحضر مباحثات سلام، لا ابدا، ده بنعد الناس. انا شخصيا لما بقيت احضر المؤتمرات الدوليه قعدت سنتين ثلاثه اسمع عشان افهم عشان اتكلم بعد كده اهو. وبعدين بقى كده بقى اتكلمنا دلوقتي بعد كام؟ بعد 15 سنه بنتكلم الكلام اللي احنا مقتنعين بيه، بس بعد ما فهمنا الحدوته. ازاي تبقى انت مدرس من غير ما تتعلم؟ او واعظ من غير ما تعرف العلم بتاع الوعظ؟ بس العلم وكيف تعظ الناس ومن تعظ وادوات الوعظ هي ايه الى اخره. فالامر ده مهم جدا. اجتهاد، هنسيب الكرسي بتاعنا حد تاني هيجي ياخده، صح؟ وبعد ما كده نرجع نقول كذا وكذا وكذا وكذا. الامر ده شائك جدا اللي بعد كده هو. لو حصل حرب في اي منطقه من اللي احنا قاعدين فيها، احنا دورنا ايه؟ احنا دورنا ايه؟ شفت بقى؟ لابد تحط كل الاحتمالات على الترابيزه. كل الاحتمالات تحط على الترابيزه، لازم يكون عندك نقطة تحدي واحد، تحدي اثنين، تحدي ثلاثة، تحدي أربعة، تحدي خمسة إلى آخره. عشان أنت لما تشتغل في المجتمع تعرف تقرأ المجتمع إزاي. ما حدش ينزل في مجتمع كده من غير ما يحدد له خريطة جغرافية وخريطة الحاجات وخريطة المشاريع اللي هيعملها. قبل ما نعمل الأمر ده، قبل ما نعمل أي حاجة، خريطة المجتمع الجغرافية من الحواري للشوارع للبيوت لأسماء العائلات إلى آخره. بس إحنا بنعمل كده وبين بقى كده الحاجات الصحية، الحاجات التعليمية، الثقافية، الدينية، الاقتصادية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فننزل. يبقى إحنا بالتالي لما نكون هنا أهو، حصل والعياذ بالله حرب. لأن إحنا نعتبر بالونة في كل مجتمع عايشين فيه. إما تفرقع أو تطير. لسه ملناش قدر فيه. نعيش في الواقع يا اخوانا. دلوقتي بقى لنا كام؟ تقريبا دخلنا على السنه السابعه دلوقتي. وبعدين مصادر الدخل اللي بتجي لنا راح او انغلق كتير جدا منها. لكن لسه عايشين في ايه؟ فده تحدي تاني نناقشه. شح الدعم اللي كان هيتكلم فيه دكتور سيد بعد الظهر الى اخره. ايوه في شح دعم وهيحصل اكتر وحصل، وبنقول الكلام ده من زمان، لكن الناس عايشه. اصل انا في المجموعه بتاعت ليون اوتشا بتاعت غزه، يعني انت وانا مالي؟ بس انت ما عندكش مصدر ثابت للدعم، ما عندكش متبرع بيديك كل يوم 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه.
هكذا بنيت المؤسسات من أوكسفام لسيف ذا تشيلدرن لورلد فيجن للإسلامك ريليف لكل مسلم إيد لكل الحاجات دي كلها. هو واحد واقف هو فاندريزر، أغلب دعمك مش بيجي من الناس اللي عندك في كندا. كلم جاء من مصادر بسيطة، $20 في الشهر، $5 في الأسبوع، $200 في السنة هيك. ده الأساس، ده الأساس اللي كان بيكون 70-80% من دخل المؤسسة. إحنا معتمدين على دخل دولي هيتقفل، حنفية بتتفتح وحنفية بتتقفل والصابونة بتتحط وتزحلقنا بعد كده. أما الزحلة هتكسر ضهرك. صابونة، صابونة، لا صابونة دي عندك أنت، أنا صابونة اللي بستحمى بيها. صابونة صابونة يعني صابونة وراحوا يعني صابونة ومشي صابونة وصابونة صابونة ادينا صابونة. فلذلك لما نيجي نبص على حتى الدعم فرحنا بيه. اغلب المؤسسات العربية في الدول الغنية عشان ما نزعلش حد مصادر دعمها لا يدل على استقرار المؤسسة انها دعم احادي. دعم احادي، الشجرة لما يكون لها جذر واحد حد يشد الجذر تموت الشجره. لكن الشجره اللي يكون لها جذور تحت الارض عميقه وجذور فوق سطح الارض وجذور هوائيه محدش يقدر يخلق الشجره. في جذور بتنزل من الاعصار، في جذور بتطلع تمشي فوق التربه، في جذور بتنزل تحت، وعلى حسب جذرك اللي بينزل تحت بيوصل فين. كتير جدا من المؤسسات العربيه اللي معتمده على مصدر واحد من دخل دوله غنيه مش مستقر. وديك شفت اللي حصل في الشهور اللي فاتت شكله ايه. خلاص؟ فلابد نفكر كيف نحافظ على مسيرة المجتمع المدني السوري. مش نحافظ على جمعيتنا أو نحافظ على اسمنا أو نحافظ على شخصيتنا، لا. ده في ملايين بتموت. ملايين مش بتموت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملايين عايشة في المشردة أو مهجرة. وآلاف وعشرات الآلاف ماتوا إلى آخره. خد بالك؟ فلما ننظر لمثل هذه الأشياء لابد نستشعر معاناة هؤلاء الناس اللي هم أصل الخير اللي بيجي لنا، اللي هم بيدفعوا لنا مرتباتنا وبدلاتنا وكل أشياء عندنا. الاستشعار ده بيخلي المسيرة ماشية لا تتوقف. لأن بيكون دعاء الأرملة واليتيم في الجهة دي وعملك في الجهة دي والله ينظر للاثنين. لو حس إن اليتيم راضي عنك هتفتح لك أبواب الخير وهكذا. ده هنتكلم عليه. لا يوجد إشارة بس كبسة. أي كبسة؟ أي كبسة؟ أي كبسة؟ كبسة دي بناكلها. شوف رجع انت محتاج باسبور. طيب ده بالنسبه لايه؟ انا بس مش عارف النقطه اللي كانت فوقيها ايه. دوله المراه شح الدعم. ها شح الدعم كنا عن شح الدعم. شح الدعم دي قضيه لابد يكون في تنوع للجمعيه من اول يوم. من اول يوم ما تعتمدش على متبرع واحد. دور الشباب والمراه مش على متبرع واحد. فلذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن حاجه زي كده هو يعني من احد نجاحات المؤسسات اللي نشأت في اوروبا ان اصبح ليها مكاتب في دول كثيره جدا لجمع المال. فرنسا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا، بريطانيا، امريكا، كندا، كذا. فخلاص ده يطلع 10، ده يطلع 20، ده يطلع 30، ده يطلع 50 الى اخره. واخد بالك؟ فبتبتدي الحكومه تتعامل معك. فانا بتكلم مع ناس اعلم مني واخبر مني واتقى مني واصحاب قضيه اللي هو ايه؟ الشباب اللي موجودين في الغرفه دي كلها. المراه والشباب، انا كويس ان عندنا مراه النهارده تساوي 20 رجل كامثال. المراه نص المجتمع. هل احنا نخرج لمجتمع بدون مكونات الاساسيه؟ ايه المكون الاساسي؟ انت ليك رؤيه في المجتمع. الشاب ليه رؤيه في المجتمع. المراه ليها رؤيه في المجتمع.
نجعل من الفقه الإسلامي ما يحتوي هذه الكفاءات والطاقات والقيم المجتمعية. لا نجعل من الفقه المشيخي أنه يعزل أجزاء كبيرة من المجتمع عننا. إحنا نريد لهؤلاء الشباب اللي هم هيمسكوا مسيرة العمل في المستقبل والآن، مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيربي الشباب دول؟ مش إحنا أو أنتم؟ هنربيهم إزاي وهم مش موجودين معانا؟ لما حد فينا يكون عنده تجارة، في حد فيكم كان أصلاً تاجر هنا؟ حد فيكم كان تاجر؟ أنت كنت تاجر، أبوك كان تاجر؟ جدك كان تاجر؟ أبوك كان قائد طبيعي ده؟ التاجر بياخد ابنه معاه عشان يعلمه، صاحب المصنع بياخد ابنه معاه عشان يعلمه، صاحب الشركه بياخد ابنه وبنته معاه عشان يعلمها. طب ليه احنا ما بناخدش الشباب بتوع المجتمع؟ المجتمع ده مال المجتمع مش مالي خاص، عشان اعلمهم، عشان اورثهم الحرفه والمهنه، لان العمل الانساني اصبح مهنه واصبح حرفه واصبح دراسه واصبح صناعه، ما اصبحش ارتجال، ما أصبحش عفوية، ما أصبحش انفعال، خلاص حدوته دي خلصت. حتى لما سيدة خديجة وصفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لن يخذلك أبدا، فإنك تقري الضيف، ده خاصية من الخصائص، وتعين المحتاج وتحمل الكلب وتعاون على مصائب الدهر، فحددت مسارات شخصية عمل شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجالات مختلفة. احنا ليه ما نربيش الشباب يعملوا كده معانا وهم بناتنا اولادنا؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. نتكلم عن ماذا؟ بنتكلم عن صناعه مجتمع يصنع مستقبل سواء في بلاد المهجر او سواء في الداخل. وده هنا فيه يعني عجز كبير جدا جدا. انا دلوقتي بقى بتكلم على اخر نقطه فيهم عشان بس بعد كده ايه، انت عايز تفتحوا النقاش او عد الاسم والمجاميع، انا ما عندي مشكله. انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ بتكلم في مناطق النزوح دي، دي المحك. جمعيتي هتعمل فيها ايه؟ خلاص بقى انا دخلت منطقه مدمره زي ما احنا شفنا في البوسنه، وضربت لكم المثل في الموصل او في تكريت او في درمادي. ولو رحنا ليبيا دلوقتي هنلاقي فيها مناطق كده، ولو رحنا نزلنا اليمن هنعمل فيها ايه؟ هنلاقي ما عندناش اي خبره عن اننا نبني مجتمع في مناطق النزوح اللي بتعامل مع ناس لا نستطيع ان نفهم ثقافتهم او حاجتهم، مجرد هي ارقام. وفي تحديات كثيره جدا امامنا الان، تحديات كثيره جدا امامنا الان. هنصحى امتى علشان نقول ان الاندماج دلوقتي والشراكه والتعاون كالمعلوم من الدين بالضروره وكتكبيره الاحرام، مش كده برضك في تخش الصلاه دي اسمها مع تكبيره الصلاه اسمها تكبيره ايه؟ والله انا ما بعرف اتكلم اسلامي يعني. تكبيره الاحرام وكان لا اله الا الله عم الانسان يخش الايه؟ الاسلام. يعني ممكن الزكاه تسقط عليك عشان انا فقير، او هو الحج أو الصوم حتى لو كان إنسان فقير ومريض ومسن، لكن مش هتسقط الصلاة، تسقط عنا لو كنا احنا مخنا راح، لكن إلا لا إله إلا الله. فأصبح الشراكة والاندماج والتعاون أعلى من إننا نفكر في إننا نناقشها. واخد بالك؟ لماذا؟ لأن بتكلم عن أحلام وأمال آلام ملايين من أبناء الشعب السوري أو غير الشعب السوري. ودي التحديات اللي أنا حبيت أحطها معانا هنا هو، عشان ما بحبش أتكلم كتير. بتكلم دلوقتي يمكن بقى لي نص ساعة أو 35 دقيقة. بشكركم على صبركم، لكن لابد يكون لنا وقفة فعلا متجردة ومجردة، ها؟ مع انفسنا قبل ان نقف مع الجمعيات بتاعتنا. ان انا حقق امام الله سبحانه وتعالى وحدي بما قدمت وما فعلت وما ابليت وما انجزت وما اخفقت. والامر بنتكلم عن
طفل عايز يلعب كوره او طفل عايز يكون عندها عروس، ده كل حلمها. شوف قد ايه انا بتكلم عن حلم عروسه وحلم كوره وحلم بنسموه انتوا بالحلبسه والمصاصه اللي بتسموها ايه؟ بس عايز مصاصه يلعب بيها. شوف قد ايه ده حلم. فكيف نحقق الاحلام دي كلها؟ امرأة عايزة بس تعيش في أوضة في غرفة علشان يعني إيه تحافظ على عفتها، يعني ما حدش يشوفها، ما تبقاش امرأة الإيه المخيم أو امرأة الخيمة أو امرأة اللجوء اللي قاعدة في وسط 50,000 واحد وواحدة داخلين خارجين عليها. ده حلم، حلم إن امرأة عايزة تعيش في مكان كده يعني إيه يكون ليها خاصية فيها مع أولادها مع زوجها مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا. شوف قد ايه الاحلام بسيطه. فلا بد احنا ارجع اقول عشان اختم اقول كلمه واحده التعاون. انا شوفوا انا من انا مش فقير بس من حقي يعني هقول لكم حاجه. صلوا على النبي. انتوا سخنتوا وانا سخنت. عايز العب عايز ممكن العب لان عرفت قدام الناس كده على الكاميرا وصورتك يا عم. صور ما صورش ده موجود مش عارف هون اعمل بس مباشر يلا ولا المهم خلاص نسيت انا كنت هقول ايه. التعاون كلمه التعاون 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 بالنسبه لنا دلوقتي يا اخوانا ما اصبحش نزهه او فسحه. التعاون دلوقتي اصبح فرض عين. تعاملنا ها بيننا وبين بعضنا بيننا وبين بعضنا. انا فاتح الدكان ليه؟ عشان اخدم الناس. ده مش قادر اخدمهم يعني مثلا اعمل مع التانيين او اقفل الدكان. العمليه مش عمليه كذا دكان احنا فاتحينه او كذا متجر احنا فاتحينه وكل بيفلس. نتعلم. الغرب بيتجمع عرف ان في ازمه وعرف ان في ازمات هناك عندهم فتعايشوا فيها. في احد الجمعيات مش فاكر انا اسمها ايه قفلت. كانت هي من انشطه الجمعيات الطبيه هي مش فاكر اسمها ايه. خليتها سيفزا تشد مش قادرين يمشوا يكملوا مش قادرين يكملوا. خلت كتير جدا من الجمعيات عملت كده. أنا مش فاكر اسم الجمعية اسمها يعني. كان هم بيعملوا المخيمات في أيام كوسوفو في آخر الثمانينات لكن ما قدروش يكملوا. خلاص جمعيات بحثية انضمت مع بعضها. البحث هل احنا عندنا أوراق يعني الحاجة اللي أنا كنت بتكلم فيها قبل كده. احنا بنعمل ورقة بس عشان أقول لكم إزاي احنا قد إيه مش سلسين مع بعضنا. وجايبين فيها جامعة اسمها جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك ومبحثين علشان صعوبة تحويل الأموال اللي بتصبكم. مفيش حد يرد يملاها. ليه بقى؟ أصل دول قد يكونوا بياخدوا المعلومات عشان يا ابني الحلال دي بأرقام. لا اسمك هيتحط ولا جمعيتك هتتحط ولا حاجة هتتحط. أنت عندك إيه؟ أنت حساباتك في البنك الدنيا والآخرة شايفاها. اللي أنت مش عايز توريها لهم دول هم شايفينها. تليفونك اهو كان لسه طالع امبارح على البتاع ده. غطي الكاميرا عشان ما يصوركش وانت داخل الحمام ولا وانت في اوضه النوم ولا كذا. مش في تكنولوجيا دلوقتي تعمل كل حاجه؟ وانا لما اقول لك املى حاجه عشان مصلحتك لا. اصل ممكن تعرف انا نزلت مصر في 2011 او 2012 كنت عامل مؤتمر. معلش حته تحت الحزام دي. في بعض الحاجات دي كده صنفوني. لا 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 سيبها. ما عندناش حاجه احنا شفافيين. نقلع شفافيه. ما عندناش عورات احنا. عجبك انت العورات دي؟ انا عندي محاضره اسمها عورتي لازم تسمعها. لازم. ما عنديش عوره. المهم قلت لهم انتوا مصنفين ازاي؟ واحد قال لي انت تبع الخارجيه البريطانيه وانت مع الام اي 6 ولا الام اي 5؟ قلت له طب كويس ايه تاني؟ انت جاي قلت في حاجه ثانيه؟ قال لك كفايه بقى عليك كده. مجموعه ثانيه قال لك لا انت اصلك اليومين دول في المؤتمر بتميل على اخواننا المسيحيين قوي فانت يعني في شك فيك كده. واخد بالك يعني ايه يعني ما عندي واحد مسيحي وواحد مسلم؟ حقيقة المسيحي ما يتكلمش في المؤتمر.
البتاع ده تفكر وهكذا. فنحن ليه بنصنف الناس؟ انا بقول لك مشروع اسمه علشان نضغط على البنوك ونقدم ورقه بحثيه، امن الورقه مش هتحط اسمك فيها، نجري ورا الناس ونقابلهم وتليفونات وايميلات وكذا. فلو احنا هنشك في بعض على معلومه خلاص التانيين هيعملوا معلومات طلع منها الحرف قد تكون دقيقه وقد تكون ضد توجهك انت، هي اللي هتنفذ، هي اللي هتلتزم بها الحكومات. شفت قد ايه العمليه ان احنا حتى الثقه في بعضنا بعض لما بنقعد مع بعض، اصل الجماعه دول جايين من الغرب، دول اكيد عندهم كذا 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 كذا. شفت بقى دول مش زينا، دول ايدهم مش في النار. ده احنا عندنا ناس ما بتنامش، هم عايشين بره في الغرب ما بتنامش. ليه؟ لانهم لما بيشوفوا صوره من صور الاطفال او النساء او الى اخره ما بيستوعبوهاش، يقعدوا اسبوع واثنين وشهر وشهرين وتتقلب الدنيا عندهم. فاحنا مش عايزين تتبلد احاسيسنا بكثره رؤى المناظر دي، لان المناظر دي هي مشاعر واحلام والام بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه لهؤلاء الناس. فده اللي احنا بنتكلم عليه، عشان بس انا مش هطول، انا هفتح المجال دلوقتي واحنا قدامنا لغايه الساعه كام يا اخ؟ احنا هلا المفروض على الساعه 11 المفروض نبدا الورشات باقي 5 دقائق. طيب لو انت عايزين اي تساؤل، عايزين عندكم 8 تحديات اهو لمناخنا في كل حاجه، عايزين يعني كل مجموعه تناقش لها 2 3، فهل في مكان هنا ينفع بس كده؟ عندي مقترح. اتفضل. انه اذا هاي المقترحات اللي ذكرها اليوم الدكتور، اذا هلا بنناقشها بشكل سريع هيك لنقدر نحدد 3-4 نقاط نقدر نشتغل بشكل كثير قوي بنركز عليهم، ممكن نحن ناخذ الاولويات. انا بقول حددوا عددوا على الاولويات ونسمع اراء بعض الناس الموجودين هون. انا هيك بقترح. تفضل انت البوس. طيب بوس هنقعد بعد كده في البريك. ها، فالمجال مفتوح دلوقتي، مجال مفتوح. تفضل. انا اقترح موضوع قطاع وشح الدعم الرقمي. خلاص، في جلسه بعد كده بعد الظهريه هتبقى مخصوصه ده. تفضل. لان عندي نقطه مدخليه لو حضرتك تاذن بيها. تفضل. انا حاسس كلامك انه ممكن نقول اي سوري في اي حته عنده تحدي في هيقعد ولا هيهاجر ولا هيعمل، لكن انا تصوري حضرتك تقصد والله اعلم ان انا عايز اشوف دور الجمعيه مش السوريين، مش اصل دي مش مكتوب هنا بس انا فهمتها. لا انا بكلم جمعيات. يعني دور الجمعيه في مساله المواطنه في البلاد دي، اصل ده كلام خطير في الحياه. بس بتكلم على دور الجمعيه. انا بتكلم على جمعيات، انا اسف. في مباحثه السلام. نعم. جمعيات مش افراد، جمعيات. انا اسف. جمعيات سوري. تفضل. مساهمه الجمعيات بالعوده للوطن. طيب ده احد النقاط. طب لو انتوا عايزين تعملوا فوتنج على الثمانيه، يعني تصوت تقول مين نمره 1 و2، وانت عندك مثلا احنا عندنا ثلاث ممكن نبقى ثلاث ورق. ثلاث ورق هنا ممكن تختاروا ثلاث نقط او اربع نقط او كذا. ثلاثه الاخيرات مبينين موضوع واحد، يعني العوده للوطن وهجره بلاد اخرى المواطنه، هذا موضوع واحد. فهي مجموعه ما فيش مشكله. اذا ثلاثه دول مجموعه، اي واحدة يعني؟ لا، ثلاثه تحتانيات هذول. اوكي. بدهم عربين. طب هذول مين ممكن يكون في هذه الورشه؟ يعني مين بحب يناقش هاي القضيه؟ لا، في اقتراح انه يكون في تصنيف مثلا شيء بخص التعليم والتدريب والمراه والشباب لحال، شيء بخص مثلا الاغاثه لحال، وشيء بخص الهجره والمواطنه لحال. اكتب يا رامي. بس انت عايز تخرجوا بحيث كل ورشه كلها نقطه او نقطتين يتكلموا فيها، هتقعدوا ساعه. انقطاع وشح الدعم، يعني في جلسه كامله في بعض الدور. لحال. دي بعد الجلسه لوحدها بعد دوري ساعه كامله معاكم. نعم. اتفضل. في نقطه دي اتحاد او تنسيق العمل بين الجمعيات. بس خلينا نسجل اول نقطه اللي ذكر الاخ محمد. تنسيق العمل. التصنيف مثلا كل شيء بخص المراه والشباب والتعليم لحال. كل شيء بخص المواطنه والهجره لحال، واللي بخص ممكن مثلا مباحثات السلام، لانه انقطاع او شح الدعم رح يكون في له ورشه لحال. نعم. الإغاثة تخيل مباحثات السلام ما لها عمل إنساني. لا هو دلوقتي بالنسبة لمباحثات السلام بس بعد إذنك. دلوقتي طلبوا من الجمعيات السورية اللي هم مؤسسات المجتمع المدني يكونوا معاهم في مباحثات السلام، دي نمرة واحد. وبعدين طلبوا من الجمعيات السورية إنهم يطلعوا نساء يكونوا في المجموعة. وطلبوا من الجمعيات السورية يطلعوا شباب. فالأمم المتحدة دلوقتي بتكون ثلاث حاجات.
كون جمعيات مؤسسات مجتمع مدني ومحتل السلام، عايزين شباب يخش معاهم، عايزين نساء يخش معاهم بالصفة الشبابية والصفة النسائية. بحاتك. فده انا بتكلم ليه دي؟ ان ده امر يعني بدأوا يعني يشتغلوا فيه من كام من سنة تقريبا دلوقتي اخ من سنة، وحصل فيه كذا جلسة حصل فيها بعض الجمعيات اللي راحت هناك اعتقد بس ممكن يفيدنا الدكتور محمد. انا هذا اللي قصدته الحقيقة، تعليقاتكم على هدول مشان نحدد الأهمية اليوم. إذا بتحكي لنا شوي عن موضوع المشاركة في وحدات السلام اللي عم تصير بجنيف، تفضل. المباحثات اللي عم تصير بجنيف دعي لها المجتمع المدني السوري على هامش الاجتماع وليس من ضمن فرق التفاوض أو سواء مع النظام أو مع المعارضة. كلا الطرفين وبالتساوي كان رافض لوجود المجتمع المدني لأنه بيخاف على مركز. الفرق اللي راحت لجنيف في بداية الأمر كان دي مستورة ما عنده تصور واضح، أو ممكن يكون أحيانا عنصر الشك قائم بالنسبة لنا، فبالتالي كان عم يجيب ناس ما لها علاقة بالليلة كلها. بعدين بدأ ينتبه للموضوع هذا فتواصل بشكل مباشر مع المنظمات اللي هي عاملة على الأرض، وذهب فريق مكون من 6 من تركيا طبعا بحكي، وفي كذا شخص من لبنان ومن الأردن. اتفاجأوا بأنه في دعوة لأشخاص سوريين موجودين من الداخل. بالمرات الأولى كانوا كتير خيفانين، بالمرات الأخيرة صار في جرأة أكثر، وصار البرهن أنه فعلا في مجتمع مدني موجود داخل السوري للآن. هلأ نحن كلنا بنعرف النظام وتهديده والرعب يعني لأي شخص بيخرج من دمشق وسيعود لها، ولكن المرحلة كتير عم تتطور الآن، وصار فيه لقاءات متعددة جانبية على هامش جنيف. الضغط باتجاه تفعيل دور المرأة، هني عم يطالبوا دائما ويركزوا أن يكون عندنا 50%. إحدى اللقاءات كان فيها موجود الباشمهندس رامي، وأنا عملت مداخلة بوثائق طبعا، أنه بريطانيا أم الديمقراطية بالدنيا لم تستطيع تحقيق أكثر من 24% نسبة نهائية. الشخص الإيطالي اللي كان بيدير الجلسة معنا، إيطاليا لم تستطيع أن تتخطى حاجز 13%. فليه عم تطالبون نحن ب 50%؟ يعني هذا نوع من التعجيز. يعني اليوم الأخوات الحاضرين هني أخواتنا يعني، ولكن في عنا إشكالات كثيرة بتعوق مشاركة المرأة. دور الشباب مغيب تماما لنتيجة انه الكبار مش عايزين يسيبوا الكرسي. انا كان عندي معمول اسمه خزو بتاعت الاسبوع ده، انا كسفت اقول هذه. لا ما حلبي، قول حلبي. المسؤولية حلبي مش كده؟ تمام. حلبي حصلوا عملوا في ايه سيد؟ انا مسميه سيدنا سليمان الحلبي، حمل مسؤولية أمة مش مسؤولية الأزهر أو شخص، وما كانش مصري، حمل فرنسي مسؤولية أمة. لما رأى في الثورة الشعبية الثانية سنة 1798 ضد كليبر إنهم دكوا حي بولاء بالمدافع من المعطم ودخلوا على البيوت وسرقوا اللي سرقوا، ده بقى المثقفين وكذا، واغتصبوا اللي اغتصبوا وقتلوا اللي قتلوا، ما لم يتحمل هو حمل مسؤولية أمة وراح وأنهى، وكان هو أحد الأجزاء اللي انتهت الحملة الفرنسية بعد ما يحزنني فعلا أنه نحن لليوم كسوريين عم نحكي كأخوة، اليوم من 3 أيام بالضبط مطلوب شخص يكون لغته الإنجليزية قوية جدا، مطلوب شخص يجيب القانون الدولي، شخص واحد فقط بده يمثل كل المنظمات السورية. أنا بكتب اسم جوز أختي، والأستاذ خالد بده يبعث واحد من عطاء ضروري مشان اسم عطاء يظهر. ما زلنا لليوم بهذا الصراع المخجل الحقيقة، وما أدرانين أنه نقول والله يا أخي نحن فيه نستطيع أنه يعني الفكرة نفسها نستورد شخص. دكتور هاني البنا أستاذنا وشيخنا ومصري، أنا أستفيد بخبرته. يعني شو المشكلة إذا أخذنا واحد غير سوري يروح يقعد في هذا الكرسي يا جماعة؟
المهم انه نحن نروح ننتصر. ما المهم انه والله يكتبوا محمد جندلي هو اللي قاعد على الخازوق وقعد ابدا. لا لا الحلبي عشان ما ادري مهذب يعني انت ليه مش مسؤول انت الم امه. فالفكره حقبز بالنهايه انه نحن لليوم ما زلنا عمالين. انا بعتذر عن هذا التعبير. كل واحد فينا بده يحافظ على الدكانه تبعيته. وكل واحد فينا بس بده يأمن راتبه وراتب الكام موظف اللي عنده. يعني حكينا لقينا مخرج يا دكتور هاني عايزين تمويل. بدنا نضل نكمل بنفس الطريقه. ما بدنا نوجد طرق ابداعيه جديده بكيفيه الاندماج والتطور او الاستفاده بالتجارب اللي خاضتها. غير مكانه الاستاذ تاع استاذ خاف قال لك ده حيجيب رجلي دلوقتي. حط ايدك في جيبه انت لانه جايبه لسه ما نامش. اسف عم نور. شكرا شكرا دكتور محمد. الحقيقه حكى الدكتور محمد الوجع للامانه. نحن اليوم الفكره تقصدنا وتعمدنا في هذه الورشه ان تكون قاده المؤسسات موجوده وجبنا بعض الشخصيات كمان بنسموه نحن الصف الثاني في المؤسسه عشان يستمع شو عم بيصير بهذا الكلام. يعني كان قصدا وعمدا لكن الاغلب اليوم قاده مؤسسات. يا جماعه الهم اللي حكى فيه الدكتور محمد اللي احنا ما ممكن نستمر بعمليه التمويل وجلب التمويل بنفس الطريقه. واستاذنا وشيخنا الدكتور سيد حيكون له بعد الظهر ان شاء الله ساعه كامله في هذا الحوار. لكن انا بعتقد ورشه افعلوا فيها ما شئت ورشه انقطاع او شح الدعم الحقيقه اليوم هي هاجس عند كل الناس اليوم موجودين. ونحن حبينا بدكتور هاني يعني لازم يعطينا شيء الحقيقه نستفيد منه. لانه انا شخصيا انا يا جماعه انا حريص اليوم بعد 6 سنوات هذه الخبرات اليوم اللي اشتغلت في مؤسسات العمل المدني صارت كثير قوية. طيب ايش رايك اليوم اذا انقطع الدعم وراح التمويل؟ طب هاي الناس اللي تدربت على مدى 7 سنين هل بدها ترجع على البسطات؟ هل بدها تروح على اوروبا؟ هل بدها ترجع على سوريا؟ هذا فعلا الكلام يؤرق لانه هدول اليوم عاده بمجتمعات مثل ما قلنا بيسموه قاده التغيير، اذا قاده التغيير مش قادرين يغيروا بواقع حالهم فهي الحقيقه كثير بتكون مشكله. فنحن اليوم اذا ورشاتنا لازم تستهدف شو الحلول اليوم المقترحه وشو الحلول البديله؟ لانه بالاخير اليوم ما بعتقد حدا فينا اليوم عم يشتغل بس مشان راتب اخر شهر، ما بعتقد. لازم يكون في شيء معه، في هدف، في هدف نبيل وسامي بالنسبه لهذا المجتمع. لانه بنتحول لادوات موظفين، مش عندنا اهداف عم نحققها ضمن روح مؤسساتنا. هاي نقطه كثير جوهريه. انا بدي حابب الحقيقه اسمع تعليق اذا ما في حدا بده يحكي بدي اسمع تعليق من الدكتور سيد على هذا الموضوع بالتحديد. انا في يعني اخويا هني كان دايما بيقول ان احنا لما نروح نشوف الناس المستفيدين ونحقق احلام المستفيدين ونحترم كلامهم. فانا شايف ان الكلام اللي قاله اخويا هني ممتاز، لكن انا كاني عايز اقول يا اخي هني تيجي نقول للناس انسوا الكلام اللي قاله استاذنا الدكتور هاني ونقول لو احنا قاعدين هنا وبنقول التحديات هل في حد عايز يضيف على الليسته دي حاجه؟ لاني انا لما شفت الاربعه الاخرانيين او الخمسه انا ببص على اخويا اللي جنبي ده بقول ده مسؤول عن الاغاثه والتنميه يمكن ما يهتمش بالموضوع ده في جمعيته هو كشخص مهتم. لو انا بقول حد يضيف على الليست دي حاجه لو احنا عارفين استاذنا الدكتور هاني جاي وهنعمل ده نقول يا ريت الدكتور هاني عايزين ده زي ما الناس كلهم قالوا التمويل. اذا كان تحديات اخرى هذه النقطه الاولى اذا كان اشياء اخرى للليست نضيفها او نجمعها بحيث ما يبقاش تشكلنا بكلام اخونا هاني مع كامل التقدير. الحاجة الثاني انا نفسي ندي وقت اكثر للحوار قبل ما نروح مجموعات لان لسه اخويا هنا يتكلم انا خلاص الناس يتبادلوا شويه بحيث قبل ما نروح المجموعات يبقى المسائل واضحه. الثالثه ان لما نروح المجموعات انا عايز يكون عندي ستراكشر يعني انا هاخد المجموعه دي عندي العنوان ده اعمل ايه؟ انا عايز احط نقطه 2-3 مثلا نقول ايه اللي احنا بنعمله في نقطه؟ ايه اللي المفروض يتعمل؟ النقطه الثانيه ايه العوائق اللي قدام ده؟ احنا بنقترح ايه؟ يعني انا قصدي وانا رايح تبقى انا هرجع معايا ستراكشر في اي نقطه عشان ينبني عليها. فالنقطه الاولى اضافه عناوين دي انشاء الاخوه ان هم يضيفوا وبرضه افتكر الجمعيه لان ممكن يكون اخويا خالد العيسى الحاجات دي كلها بالنسبه له لكن هو لما يروح لعطاء يمكن مش هيشارك في مؤسسه السلام ما عندوش هو في الاستراكشر بتاعه يعني الميشن بتاع المنظمه مش ده يعني هو خالد مهتم لكن يمكن يكون له تحديات ثاني وانا قدام اخويا هاني حاسس ان احنا عايزين نستفيد. اذا اضافه من الليست نمره 2 عمل حوار اكتر على كل نقطه يعني بعد ما تجمع الثلاث اربع نقاط اخرامي نقول ايه رايكم يعني احنا متفقين بحيث احنا المكان الحكايه مش هتكرر من 3-4 شهور
الثالث لما نروح يبقى عندنا استراكشر. انا بقترح حاجه لكن ممكن يكون عندكم حاجه تاني. ايه اللي بنعمله وايه اللي المفروض يتعمل وايه العوائق اللي بينها وبناء عليه ايه اللي احنا ممكن نعمله غير اللي احنا بنعمله الان، يعني ايه وفين نعمله. فدول الثلاث نقاط عاده احنا قلنا حوارنا هذا يتصل بديناميكيه. الديناميكيه عاليه قلنا احنا هي جلسه حوار اصلا رح تقلل النقاش. فانا مع المقترح اللي قاله دكتور سيلي اللي هو اصلا كنا بده يتاخر، بس موضوع الورشه بده يصير عباره عن ساعه فقط راح يجتمعوا الورشات ويشتغلوا. انا مع انه نكفي هلا بهذا الحوار ونخرج ببعض النقاط ونعلق عليها ثم ننطلق الى كلهم في ورشه. شو رايك دكتور هاني؟ مع ان انا موجود هنا عشان اوكي اوكي دكتور محمد. انا اسف انا استوحيت من كلام الدكتور سيد انه معظم الموجودين هون هن مدراء منظمات ومنظمات فاعله. الاشياء اللي عم تدور الان في ذهن اي مدير منظمي هو يقولها. نحن امام تهديد كبير باغلاق المنظمات، سواء عبر القانون التركي، سواء عبر تجفيف منابع الدعم، سواء عبر قله الموظفين او وجود موظفين غير اكفاء. يعني هنيك عوامل كثير كبيره. اظن انه الجميع متفق او ما بعرف يعني برفع الايدي انه ناخذ هذا محور رئيسي، لانه مبدئيا الايادي البيضاء وعطاء وانا واثنين ثلاثه من اللي انا بعرفهم هذا الهاجس اللي نحن يوميا عم نحكي مع بعض من اجله، انه نحن يا ترى رح تتسكر جمعياتنا، يا ترى نحن قادرين نجيب دعم، يا ترى شو صار معكم بالاجتماع تبع اوتشا، يا ترى الكميه قديش تنخفض وهكذا. فاذا بتاخذ السبر او عدد اراء كمان الموافقين وتكون منطقه، خلينا نحن نبدا انا برايي هيك بالترتيب وكل حدا عنده نقطه اضافيه ممكن نضيفها، بس خلينا نركز حوار بنقطه. انا الحقيقه بهني بعض المؤسسات وانا على اطلاع اليوم اللي عم تحاول تعمل شراكات بين بعضها، وانا على اطلاع في بعض النماذج انا بعرفها وتكلموا عم يقولوا انه ممكن نسوي شيء من الاندماج في وقت لاحق طبعا وفق بروتوكول. هذا بداوا فيه للامانه في بعض المؤسسات حاضرين معنا وسقفي لهم يعني. فهذا احد الحلول المقترحه اليوم انه يا جماعه انت عندك دونرز انا عندي دونرز وعم نشتغل بنفس التخصصات، تعال نشتغل بقواسم مشتركه بنحقق فائده اكبر ونحافظ على مؤسساتنا والكوادر اللي احنا عم نشتغل فيها. هاي نقطه كثير اذا احد الحلول كان موجود. طب خلينا احنا ننطلق معلش انا احط حد ثاني عشان بدا ان ترسل كذا. الحل السياسي مش حيكون على مزاج ولا مزاج الثاني بغض النظر. انا بقول عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا من حقي ان انا اتكلم عن نفسي. لابد اشتغل في وسط الحل السياسي ده شئت ام ابيت. لوني هيكون ايه؟ اتغير من دلوقتي ولا ايه؟ انا بكلم منتهى الصراحه يا خالد خلاص. بس الحل السياسي دايما الحلول السياسيه ما بتجيش. اديك قضيه البوسنه، رحمة الله عليه علي عز بيجوفيتش قبل الحل انا مسميه السلام الظالم unjust peace. ليه؟ لان لقى ان حوالي ربع مليون تهجروا او نص مليون تهجروا، عشرات الالوف من البنات والنساء اغتصبوا مبرمج اغتصاب مبرمج، غير اللي هو حوالي 150 او 200 الف من الشعب البوسناوي اتقتل، ويمكن 900 او اكثر او 800 مسجد دمروا. فقبل بسلام غير عادل علشان يوقف يعني آلة الحرب. دلوقتي البوسنة بعد 20 سنة من السلام الغير عادل هي عايشة، بدأت تتعافى. ففي بعض الأحيان الرئيس نفسه بيحط الرؤية علشان الشعب مش عشان الكرسي بتاعه. أنا بس هذا الموضوع بالذات انه اذا كان انا المستفيد هو البوصله تبعيتي، ايوه، وانا اليوم كمؤسسه هدفي انساني. احيانا عم يصير في عندنا صراع، المشاركه في العمليه السياسيه بتخليه قاصر عن دورك. يعني انا مع انه يكون في سياسيين، علي عزت سياسي ما كان مدير مؤسسه اغاثيه ليروح يعمل يوقع سلام او يفرضه. كلام انا اليوم انه مؤسسات المجتمع المدني يجب ان تكون حتى هي مفصله، يعني ما بصير اكون مثل الحاوي يعني اشتغل بكل شيء. هذا صح غلط ما بعرف، بس انا نحن قناعتي بجوز بيعرف هيك انه كل ما رشحنا لامر سياسي بنعتذر، لانه نحن مؤسس. هلا هذا غلط اني اشارك بالسلام، انا شايفه انه بضر رسالتي للمستفيد، لانه راح اتصنف انه هذا عم يشارك بجنيف سياسيا وقد امنع من العمل والوصول الى المستفيدين في الداخل السوري. نحن عندنا 80% من عملنا داخل سوريا، ومنعت انا من الوصول اليهم،
لمجرد اني والله شاركت بالسلام في غيري، انا اثق بغيري، اثق بالدكتور محمد جندي يمثلني هني، ما شرط اكون انا موجود بكل مكان. يعني انت المبدا موافق عليه لكن التمثيل مختلف. التمثيل مختلف يعني كمان هي النقطه، لان الدكتور عم يصير خلط بكل شيء عم يصير، انه نجي نحكي بمشاركه المراه والشباب والسياسه والاغاثه وكذا، من يسمع هذا الكلام من نتيجة قلة الخبرة يعتقد انه انا مؤسستي او انا كشخص لازم اكون بالسبع ادوار هيدا، فبتلاقي سوبرمان وما عنده استعداد يتخلى عن اي مهمة. ليش؟ وبعدين تجي بقول لك ما الدكتور هاني البنا والدكتور قال لازم تشارك، عمي قال لازم تشاركوا كسوريين، مو لازم تشارك بنفسك. يعني كمان هي عم تصير عندنا معضلة، هو بده يروح يجيب كل التمويل، هو بده شو بقول لك؟ بقول لك لا لانه هي ضرورية، انا كنت بمحاضرة، كنت بورشة. قال كمان هذا عم يصير لبس عندنا، انه المؤسسة الطبية بدها تشارك في عمل كذا، لانه بقول لك التنوعات، وقال لازم تنوعوا مصادر الدخل. يعني تنوع مصادر الدخل عم نحكي بأمر يعني اكبر من هيك بجوز للعموم. المشاركة بالسلام والمحادثة السياسية ما شرط كل مؤسسة اليوم تشتغل فيها، أنا أثق بالآخرين يخطوا لي هذا الدور، أنا مع المشاركة ولكن مو مؤسسة، لأنه هذا مو ضمن الرؤية تبعيتي. كمان هي إنه أنت فاتح مؤسسة ضمن الرؤية ما بصير تضل تنطوط، يعني بدوز هي اللي كانت المداخلة. في أمر ثاني، أني استلمت الحديث على ال أنتوا الرؤساء، رئيس اثنين ثلاثة، وإحنا لو إحنا غفر لا المحاور المثلث. لو رامي تكتب النقطة دي لو لم تكتب هذه ضاعت، يعني هو يكتب لو رامي حذف بعديها وطلع لنا المكتب المخرج يكتبوها هي بنشتغل عليها. الأمور المحاور اللي كتبت ناقص فيها محور، يعني هي أنا لخصتها ك يعني محاور، انه لما نقول النزوح معناته احنا عم نحكي عن العمل داخل سوريا، لما عم نحكي على الدعم ونمو عم نحكي عن محور التمويل، عم نقول على المرأة وكذا، محور المشاركة مع فئات المجتمع، وفي عندنا محور المشاركة السياسية ومحور الهجرة. في محور يعني ما هو الموجود هو العمل في مناطق اللجوء. يعني انا اليوم مو انا هون في سوريين عندي، لانه هذا عندنا داخل المؤسسه صار في عندنا نقاش صراع حتى في موضوع يعني انه نحن توجهنا رؤيتنا الاساسيه كل العمل داخل سوريا، بس حاطين 80-20% في تركيا. طب هلا الحاجه صارت عم تجبرنا انه نزيد هالنسبه، هل نلاقي حالنا بكره مؤسسه تركيه عم نعمل فقط للسوريين في تركيا، او انا فتحت مكتب الي في بريطانيا فله هدف صار لي، طب انا في عندي هون لاجئين جدد وصار في عندي ناس اولادهم موجوده، تحول عمله كمان الى محلي، هل هذا صح ولا غلط؟ فهذا المحور اذا بنناقشه هو عمل الجمعيات تبعيتنا على المجتمع السوري او على اللاجئين في دول المهجر او اللجوء. شكرا. ما شفتها يعني ضمن كانت موجوده في الاثنين، ما قالوا نجمع مع بعض. ايه بافسلهم انت. انا بس كنت حابب الخص كلام الاستاذ خالد، إنه اليوم صار في معنى التحالف، تحالف بنفسه هو مفيد. يعني الأستاذ خالد اليوم هو ما موجود في وحسات كجمعية عطاء، لكن موجود في تحالف، هو موجود أصلاً في عم يراقب أو عم يكون مستشار لهذه العملية. فهي نقطة كتير مهمة. إذا هي نرجع مبدأ الشرابات اليوم، أنا شغلي مش قادر أوصل لها، ممكن أتشارك مع الدكتور سيد وأوصل لها. إذا هاي نقطة كتير مهمة. هلا النقطة الثانية اللي حكى عن العمل في منطقة اللجوء، يا جماعة أحد الحلول اليوم اللي عم بيقوله إنه هاي المؤسسات اليوم أصلاً موجودة في تركيا، كون حديثنا نحن أيضاً يتمحور في ذلك، هاي مؤسسات تركية أصلاً موجودة هون في تركيا. طب ليش ما يعني في حال إنه صار في حل أو صار في سلام في سوريا، فنحن اليوم المستفيدين من هذه المؤسسات في داخل سوريا المفروض انقضت حاجتهم، يعني عم توصلوا للحاجة صارت بشكل طبيعي. طيب هذا المؤسسة عم تتبع لأفرادها إنه نحن بدنا ننتقل للعمل داخل سوريا، ولا بدنا نبقى هون ونفتح؟ طب ما هون في لاجئين أيضا، وفي ناس بيحتاجوا العمل منك، وفي ناس يحتاجوا برامج ويحتاجوا اهتماما. فأنت ممكن تحول، يعني ها كمان أحد الحلول في ورشات سابقة، تحول هذه الخبرات اللي صارت عندك لا عمل للسوريين في مناطق لجوء والإحداث اليوم تركيا. فهي كمان أنا بعتقد نقطة أو أحد الحلول المقترحة ضمن ورشة كيف أنت تستمر بعملية كمؤسسة وتطور من قدراتك وخبراتك. أنت معنا يا دكتور؟ أنا معك في كل حاجة. أوكي. هلا بدنا نسمع الحقيقة. من... أنا بس اللي كتبته ده. مجرد إنه هو عصف ذهن، مش 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 قائمة كاملة. علشان أنتوا تزودوا عليها وتضيفوا وتحذفوا. هاي نقطة تانية. هلا أنا حابب الحقيقة أسمع كان من دكتور محمد عاكف، لأنه أنت كان عندك تعليقات كتير كبيرة ما شاء الله.
ومهمة الحقيقة مفيدة. أنا بنسمع منك بس خمس دقائق إذا سمحت. وانا طبعا انا بعمل انا يعني انا راجل بتاع الرئاسه يعني بدون النظر للانتماءي الكفري يعني. فانا بصراحه انا طبعا بشتغل في الملف الرئاسي السوري بقالي اكتر من 3 سنوات واحتكيت بكثير يعني من حضراتكم سواء في اتحاد رعايه الايتام اللي احنا فيه هنا او في اتحاد منظمات المجتمع المدني او على الارض. وانا طبعا الكلام اللي قاله الدكتور هاني انا عمال افكر فيه بصراحه من ساعتنا. هو طبعا انا اتحدثت مع الدكتور هاني في الموضوع ده قبل ما يجي مش عارف خايف اقول اللي انا حاسه ان هو هي رؤيه يعني مش عايز اقول بعيده لكن هي قريبه بس هي بعيده يعني بعيده عن اذهاننا كلنا. يعني خلينا نتكلم بصراحه شويه يعني بعيده عن اذهاننا ان احنا نتكلم في موضوع حتى مباحثات السلام. حجم المشاركة في القرار في مباحثات السلام كم واحد من حضراتكم نسبته قد ايه في المشاركة في هذا الامر؟ هتلاقيها ضعيفة جدا. يعني هم 3-4 بس اللي هم حاسين الموضوع وعايشينه في دماغهم وقايمين ماشيين في المسار ده. يعني الله يسهل لهم في الموضوع. حتى يعني هو ذكر اخونا الدكتور محمد ذكر حاجة حتى المستورة نفسه تمام؟ ما كانش يدخلوا في المباحثات ده كان بيقعدوا في اوضة ويروح يسمع لهم ويبقى يعني ما يدخلهمش في غرفة الاجتماعات الرئيسية. يعني دورهم يكاد يكون استشاري أو أقل حتى من استشاري. خلينا نتكلم بصراحة يعني أقل حتى من استشاري. فهنعدي النقطة دي وأنا هقول بعض حاجات أو هلمس بعض حاجات أنا لمستها شخصيا. يعني بسم الله ما شاء الله. يعني أول نقطة بسم الله ما شاء الله حجم الدورات اللي بتتعمل الآن والدعم اللي بيجي منها من المنظمات المانحة يعني يكاد يكون ايه كل يوم ويوم في قلب اليوم في دورتين ثلاثة بتتعمل. انعكاس البناء القدرات اللي حصل ده على أداء المؤسسات مازال ضعيف جدا. مازال ما بيأثرش. لأن كل واحد بيجي يعمل دورة. لكن متابعة ما تم في هذه الدورة وأثره على الشخص نفسه أو مش على الشخص. أنا واحد من الناس بؤمن بفلسفة أو رؤية بناء القدرات. مش الدورات التدريبية. يعني كلمة بناء القدرات دي معناها انها بتنعكس على اداء المؤسسة مش على اداء الفرد. هي بتروح للفرد صح. لكن لابد من الفرد يروح للمؤسسة. احنا عايزين نبني المؤسسة. مش عايز ابني الفرد. يعني انا مشكلتي في الموضوع. وزاد لا طبعا انا احتكيت اكتر لما كنت في انا مازلت طبعا في اتحاد رعايه الايتام واخونا فادي عارف الكلام ده واخونا خالد طبعا برضو بعض من حضراتكم يمكن لمس مني وتواجد ايام ما كنت احد الاعمده في اتحاد رعايه الايتام ان القضيه هي قضيه المؤسسه نفسها لازم تتبني. فيبقى اول حاجه اتكلمنا في مؤسسه السلام اتكلمنا في موضوع الدورات التعاون والتشارك. يعني حاجه برضو انا عانيت جدا واللي كان معانا او ياما كنا بنعمل حد رعايه الايتام ده في ان احنا نبتدي نعمل روح. يعني التعاون ده حاجه ايه في الاخر خالص. الاول ننسق مع بعض. احنا الان كنا بنعمل مشروع في العياده البيضاء على المازوت في حمص وحمل تمام. احنا كل الفند اللي عندنا ما بنقدرش نغطي كل المنطقه وللاسف الفند اللي جانا لغايه دلوقتي يغطي شهر واحد لحوالي 3000 اسره ما اقدرش اديله شهر تاني. فانا كنت حتى بتكلم بقول لو ان احنا ننسق مع بعض مؤسسات تانيه تخش تاخد 3000 اسره تانيه او 1000 اسره تانيه او 500 اسره تانيه. مش لازم كلنا نشتغل. يعني ما تبقاش في مناطق بسم الله ما شاء الله غرقانه في الدعم والإغاثة وي ومناطق تانية عيانة. خلينا نتكلم بشكل صريح عيانة. برضو النقطة دي غايبة. التحدي يعني مشكلة عندنا فعلا في المنظمات السورية بصراحة. النقطة برضو اللي أنا يعني موضوع التعليم. احنا ما زلنا بنبص لموضوع التعليم لأن في ضغط علينا من فوق التكنولوجي ومش عارف مستغلال التكنولوجي وكلام كله يعني سوري في اللفظ كلام كبير قوي. لكن على الارض اذا كانت ناس ما عندهاش كهرباء اصلا خليني اتكلم بصراحه الناس ما عندهاش كهرباء جوه
ازاي هجيب له تكنولوجي واجيب له تابلت واجيب له واجيب له؟ قالوا نعمل حتى انا في حاجه مش عارف لا مش حد محضرك حضر معايا فيه. كان في ورشه معموله للتعليم سوريا مش عارف ايه. المهم ايه؟ عايزين نلحق المتسربين من التعليم هنا في في في, في تركيا اللي هم عين غصب عنهم بتيجي الظروف الاقتصاديه اضطروا يروحوا يشتغلوا عشان يقلوا اهلهم. فعمالين يتكلموا على موضوع ان نجيب لهم تابلت لان ما فيش كتب هنجيب لهم تابلت. طب الولد ده التابلت ده مش هياخد يبيعه مهما حتى ب $50 يعني لو حتى ب $50 ولا $20 ولا باي رقم لا هياخده في الاخر يبيعه. يعني النقطه يا اخوانا ان حتى الافكار بعيده جدا عن الارض. يعني 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 انا قضيه التعليم دي قضيه يعني مع احترامي طبعا لمشاركه المراه ومشاركه الشباب والكلام ده لكن اخويا الدكتور محمد لما سمع النقط ان مشاركه المراه عندنا في العالم العربي محتاجه لسه وقت ان محتاجه تتغير ثقافه المراه نفسها مش ثقافه وثقافه الرجل طبعا يعني مش بقول ان ثقافه المراه بس لكن ثقافه الرجل لازم تتغير برضه تمام في موضوع الشباب والمراه ولكن الظروف اللي فيها المراه في سوريا النهارده ظروف مش طبيعيه هي المسؤوله الان ده مش رجاله يا اخوانا يعني في نسبه كبيره جدا من الرجاله يا اما ماتت يا اما معتقله جوه ما حدش عارف عنها حاجه تمام يا اما تاهوا في الدنيا لما خرجوا بره المشكله دي موجوده جوه سوريا وموجوده هنا في تركيا وموجوده في كل دول ما اللي هي يعني نزح اليها السوريين او لجا اليها عشان النزوح ده جوه لجا اليها السوريين المشكله كبيره قوي يعني انا والله العظيم من ساعه ما الدكتور عمال يتكلم ومن قبلها ومن يوم ما دخلت الملف ده وانا حاسس بهم كبير وحاولت من خلال اتحاد رعايه الايتام ان احنا فعلا نعمل موضوع اللي هي التنسيق بس انا عايز ننسق مش عايز تعاون ولا تكامل ولا خليكم يعني الاول ننسق فانا هكمل اللي انا قلته تاني واحد موضوع مباحثات السلام دي لازم يبقى لكم دور مهما ان انا مش ممثل فيه صح بشكل مباشر لكن لازم يبقى ليا دور بشكل غير مباشر وده دور المنظمات المجتمع المدني في دولها دورها جميع دول العالم المتحضر دول عربية عندنا ولا دوله عندها دور المجتمع المدني كله تمثيل لكن في العالم الغربي تمام بيسمعوا للمجتمع المدني احنا عايزين نبني مجتمع مدني سوري قوي من اول يوم يبقى له دور مش هم 3 4 بس اللي بيروحوا يختاروا وهم اللي بياخدوا القرارات ما بيشاركوناش فيه لا لازم يبقى لكم دور سواء بقى قابلتم او ما قابلتوش زي ما اخونا خالد قال يبقى دي موضوع مفهوم السلام الموضوع الثاني موضوع التدريب حاولوا لا تقبلوا اي دعم في هذا المجال الا يبقى له فولو اب لازم يبقى له متابعه لازم بالفعل البني ادم اللي انتم بتبعتوه من عند منظمات حضراتكم يروح يحضر دوره تدريبيه لازم تساله لما يجي هي مش فسحه ولا نزهه ولا خد اجازه 4 5 ايام وراح اتفسح وراح على فندق لا راح خد علم من واحد اداله علم اذا ما كانش البني ادم ده استفاد والفايده بتاعته تعود على المؤسسه يبقى حضرتك لازم تراجع الموضوع من الاول تاني. النقطه الثالثه التنسيق والكلام ده بين المؤسسات وبعضها حاجه ضروريه جدا يا اخوان والله. يعني لازم ما اعرفش ازاي يعني نهندله مع الثقافه السوريه الاصليه برضه لان في ثقافه في الشعب السوري خاصه في الموضوع ده محتاجه برضه انها يعني تتكسر حوادث كثيره قوي عشان نعديها يعني. أنا قلت إيه كمان فكروا أنت قلت 3 شغلات وبحساس لا 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 في حاجة أنا الكلام قلته أنا مش فاكر جزاك الله خير هلا أنت شكرا أستاذ محمد الدكتور محمد الدكتور محمد ما بيعرف إنه هو كان مؤسس في اتحاد رعاية الأيتام مؤسس بدي أحكي بس نعم تفضل اولا انتوا جايبينه يحرض علينا لا 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 والله الحاجه انا بعمل اضافي على اللي قاله استاذنا عاكف موضوع بناء المنظمات واللي هي عبر التدريب وبناء الافراد وكذا نحن بحاجه لميثاق شرف ما بين المنظمات وبعضها بحيث ينظم علاقه انتقال الموظفين ما بين المؤسسات هاي معاناة معظم المنظمات يعني اليوم عطاء مثلا دربوا 10 موظفين وصرفوا عليهم مبلغ كبير وبمجرد ما انتهى التدريب انا رحت خطفت منهم 3 أو 4 بدون انا ما ادفع مصاري وبدون انا ما ابذل مجهود جاهز يعني انا بس تذكرت هاي النقطة انه هل يا ترى ممكن نضيف لنقاشنا
ايجاد ميثاق شرف ما بين المنظمات بالتعامل مع بعضه. عظيم. ممكن نرد عليها؟ انت هترد عليها تمام؟ رد عليها بسيط جدا تمام؟ خمس دقائق. لا خمس دقائق. انا مش هاخد كثير يعني. هي المشكله اصلا ثقافه المؤسسه. لو المؤسسه هتعرف ازاي تحافظ على اولادها هتعرف تحافظ عليهم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. زيزو بدل اقول له زيزو صوره بس. وقبل كده كان اينو في امريكا. اينو هو انور دعوا له بس لسه جاله هارت اتاك من اسبوعين وعنده 45 سنه. كنا احنا بنديله 20,000 دولار في السنه. هو جنجير ايام الدولار ما كان بدولارين. كان بيتعال عليه 80,000 ورفض ده في التسعينيات بالظبط. الكلمه اللي حد فيكم قال له ازاي المؤسسه يكون عندها قوه على الجذب؟ لا اولا لما تحس ان انت صاحب القرار في المؤسسه، لما تحس ان انت ممكن. يعني مثلا انا بعض عضو في بعض الجمعيات كده في اللي اسمها ايه مجلس الاداره، كل حاجه رئيس المؤسسه. طب احنا عايزين تراتير ده من هيك بقى ان احنا انا كان عضو مجلس الاداره ترتور يعني الترتور ما بين الطير والطور. ترتور يبقى ترتور. ترتور هاي اكلي يعني فكل حاجه الرئيس. فانت بالتالي بتخلي الموظف يعني بتمسح بيه من الارض. فهي الاخ قال ولا مين اللي قال ولا؟ حد فيكم قال ولا؟ ولا حس ان الولاء معناه ايه؟ الولاء للمؤسسه. لا هي ولاء لسه ما جتش. النكت قبل الظهر يبقى صعب. هتنكت قبل الظهر هقلع لك تاني. انا لسه ما عنديش عوره هقلع. بس لا شكرا دكتور محمد على الاضاءه اللي اضاءتها وشكرا دكتور محمد. خليني اذكركم بنقطه ذكر كثير موضوع لك انا حاجه تنسيق فقط. بتذكر في جمعنا مجموعه مؤسسات بالعام 2014 لحمله سميناها اضاحي العيد خليها سوريا. وهي الحمله الحقيقه يعني قلنا بدها تعمل تفجر الدنيا بهذاك الوقت. وانه كان الاسباب الرئيسيه احد الاسباب انه في مناطق كثير راح يبقى عم يكون فيها اضاحي وما في برادات وعم تنكب ومناطق اخرى ما عم يوصلها. فقلنا خلينا نعمل هذا النوع من التنسيق عشان انه والله يعني خلي الناس تستفيد جوا. فاجئنا انه ما في غير مؤسستين من اصل 19 اتصلوا ببعضهم وتوزعوا بين بعض وقدروا يحققوا المطلوب والبقيه ما انا هون بنوم. هو جاي الحقيقه سامحون اجاي على هذا الاجتماع وجاء هذا المنتدى وعملنا مؤتمر وتكلمت انت دكتور محمد كان موجود وتكاليف الحقيقه حطوه المؤسسات. لكن هو عم يقول انت شو بدك تعطيني؟ يعني هو جاي بقول له شو بدك تعطيني انت؟ طب انت شو بدك انت؟ فهي هاي النقطة كانت للأمانة عملنا دراسات إنه هذه المناطق بأكثر حاجة والحقيقة فعلا ما وصل شيء والمناطق اللي فيها زيادة تم فيها زيادة وما أثر شيء. فإذا لاحظ أنت على مستوى التنسيق اليوم ما قدرنا نتجاوز هذه العملية بشغلة صغيرة جدا على أساس تكسر حاجز مثل ما بقولوا عدم التعاون بين المؤسسات. هلا للأمانة أنا اللي شايفه اليوم صار في بعض كتير بسميها التجمعات الواعي اليوم اللي عم تحاول تقدر تجمع هذه الجهود وتعمل عليها من تطورنا عن 2014. لكن لسه بما عندنا هاجس دائما انه انا بدي سكر ولا مش بدي سكر وانا اولادي روح امر رواتب الموظفين اللي عندي ولا اروح ازيد عدد المستفيدين ولا اقدم خدمه افضل والاخري وقس على ذلك. فهي النقاط كثير اللي احنا عم نعاني منها بيبقى مش موضوع ميثاق الشرف تبع المؤسسات يا دكتور. هذا الامر كثير مهم لانه فعلا انت اليوم ليش الموظف عم تلاقيه بتدرب بهذه المؤسسه واي عرض اخر بيجي ولو زياده 50 دولار بتلاقي تركه ومشي. اذا هو مش شاعر انه هذه المؤسسه له اصلا. طب السؤال الافضل من هيك، اي حدا اليوم من موظفين مؤسسات اذا قام يتبرع بدولار، هل بيتبرع للمؤسسه اللي عم يشتغل فيها؟ هذا سؤال كثير مهم. ما بيتبرع. وانا اكثر من حالي صادفتها بتسال وبتقول لك بقول لك لانه انا بصراحه لهذا الحجي يا اخي الحجي ما عم يعطينا دور بالمؤسسه. انا قاعد هون ما لي قرار ولا لي كلمه. للأمانة هذا اللي عم يصير هذا الواقع. وانت يمكن يا استاذ اكثر واحد بيحكي لنا عن الحجاج. طيب في كان بس الاستاذ فادي بده يتكلم عشان الوقت دقيقه بس. طيب انا بس بدي اقول انه الزمن سريع ونحن بنعتقد انه لا في وقت وفي قدرانين يلا بكره بنظبطها بعد بكره بنظبطها. انا اتوقع انه لا الزمن مش بهالطريقه، الزمن سريع. 2014 انا كنت قاعد عم بحكي مع الناس عن مسألة الاندماج بالمجتمع التركي وعن مسألة انه التعلم اللغة التركية وعن مسألة وجودنا في تركيا.
الناس كان طبعا الرفض سيد الموقف انه لا نحن بكره راجعين سوريا. الان 2017 صارت مساله لا محاله انه نتعلم اللغه التركيه ونعيش في المجتمع التركي وكذا. السؤال اللي انا بدي اقوله انه هل فكره اندماج بعض المنظمات فيما بينها فكره قد تكون مطروحه؟ هل نحن جاهزين انه الان يعني هاي عم بحكي من 2014 2017 للتسليم، فنحن اليوم 2017 منذ 2020 نكون نضجنا ووصلنا الى مرحله انه نعم نندمج، او من الان نفكر فيها؟ هاي مشكله. المشكله الثانيه انه في ناس بيجي بيقول لك بكره في انا عملت مدرسه قران بدي اسجل جمعيه، اخي شو كان جمعيه موجوده وشو نصك معنا ورتب امورك، لا في ضروره تسجيل جمعيه وكل هالاشياء. فانا بس بدي ارجع الزمن، الزمن ما بيرحم. تمام؟ في تجارب موجوده، الدكتور هاني موجود، الدكتور سيد موجود، في ناس موجوده عندها الخبره، يا جماعه اسالهم. الله يجزيكم خير. شكرا استاذ فادي. طب في حدا عنده لسه اضافات يا جماعه حابب يتكلم قبل ما ننهي هاي الجوله؟ بس انا بدي اعلق على كلمه واحده. طب كلمه التطور، منظمات السورية تطورت خلال هالسبع سنين. انا برايي تطورت بناحيه واحده بس اللي هي الاستهداف. اما ما تطورت بشيء ثاني، والدليل كل هالتحديات اليوم نحن عم نواجهها. انه التحديات السابقه نحن انا همي اني اجيب مصاري واصرفها فقط. همي مستهلك انا. انا لو كان عندي لو كنت فعلا متطور ما بوصل لمرحله اليوم انا بعاني من مشكله عم دور على مانح يعطيني مصاري. انا لو فعلا متطور ما بحاجه اصلا ما بوقع بهي المشكله. فنحن تطورنا بالست سبع سنين هدول بموضوع الاستهلاك فقط. يعني صرف الامور. صرف الامور. يعني دي ثقافه المانح اللي انت اعتمدت عليه. المانح اللي انت اعتمدت عليه معادله يعني عشان الوقت. هو مانح عاطفي. واغلب الجمعيات السوريه اللي موجوده هنا في حتى المانح بتاعها هو مانح عربي نمره واحد. ونمره اثنين ونمره ثلاثه. فالمانح العربي يعني في الوقت ده بيقول لك ادفع كذا ادفع او الاشياء الثانيه. فانت بالتالي يعني بالك لما تقلب كده تنوع المانحين بالنسبه لك والتدريب والحاجات اللي اتكلم عنها في تاهيل الناس عشان معرفه كيف اخرج من عمل اغاثي لعمل تاهيلي لعمل تنموي الى اخره. بالك استاذ محمد تفضل. نؤكد على كلام الاخ الكريم في ضروره المرونه في استجلاب الدعم وتكون تنميه الموارد ذاتيا. يعني المانح الخارجي سيتوقف عاجلا ام اجلا، لابد يكون في بدائل جاهزه وتنميه الموارد ذاتيا. الامر اللي تفضل فيه استاذ رامي في موضوع انه احنا من 2014 كان في شراكه فاشله. انتم موجودين. صحيح. نحن حقيقه في المجتمع السوري ثقافه العمل الجماعي والشراكات ثقافه ضعيفه، هي ثقافه تراكميه. فأنا كنت أهيب بالاتحاد وهو يعني دؤوب كعادته في جمع المؤسسات والمنظمات أن يعيد التجربة في 2015 2016 وأنا متأكد أنه كان سيرى وسيشهد تقدم واضح. هذه يعني مع الأسف العمل الفردي نحن كأفراد سوريين جيدين جدا كجماعات وكتجمعات أضعف، لابد من إيش من التكرار حتى يكون هذا العمل التراكمي يعطي مخرجات جيدة. شكرا جزيلا. استضفتني نقطة موضوع التعاون كل بحتزاري. نحن عنا تجربة بموضوع التعاون. نحن أساساً كمؤسسة تمثيل مكتب الآن نحن مؤسسة واحدة بقرار واحد مجلس إدارة واحد. إضافة لهيك نحن تقريباً عنا 40 شراكة مذكرات تفاهم مع مؤسسات حتى أغلب الأخوة الموجودين هون نحن أخذنا دور منفذ لهم بمنطقة جغرافية معينة. الفكرة أنه عنا تجربة يعني نحن دائماً عم نحكي بين إطار نظري هو التعاون وكلام جميل لكن ما عم نصبطه على الواقع السوري. أنا بعطيك سبب رئيسي لأنه التعاون تراجع بالفترة الأخيرة ولم يتقدم. نحن خسرنا تقريباً 20 شريك مثلاً من شركائنا. السبب أنه هدول الشركاء اعتمدوا على مصدر تمويل. بس خليني أستاذ عمران، الأخ عمران هو مكتب الإغاثة الموحد وهن عبارة عن 50 مكتب داخل سوريا في الغوطة الشرقية. نعم في منهم بالداخل. بس أعطينا اللي ما بيعرف أعطينا هذا. نحن مؤسسة مكونة من أسد المكتب الإغاثي الموحد، اسمنا بوصف حالتنا. نحن اساسا 50 مكتب بمناطق جغرافيه موجوده في الغوطه الشرقيه ب 50 منطقه بين مدينه اكبر مدن الغوطه دوما عدد سكانها 700,000 لاصغر قريه في الغوطه. المنطقه الجغرافيه كانت تحوي 200 مليونين و100 الف نسمه تقريبا الان فيها 500 350 الف نسمه محاصرين. برجع انقض الشراكات.
احنا اغلب المؤسسات موجوده التركيه اثناء دور منفذ وشراكات حقيقيه مشاريع يعني وليس فقط تنسيق وحملات مناصره او غيره. كان لنا مشاريع اغاثيه وتنمويه وحتى في مجال الحمايه. اخر فتره تراجع دور الشراكات وخاصه بالمؤسسات اللي كبرت هون. احنا اخذنا اول دور اول فتره شريك منفذ وشراكات واضحه ومكتوبه تحفظ ادوار الطرفين. وقت صار في شغل مع الامم المتحده تحديدا احنا عم نحكي انه الداعم العاطفي هو السبب، لا ابدا، الداعم الوعي هو السبب اللي خلى كل مؤسسه من هذول يكون عندها شرط تفتح مكتب بهالمنطقه. وهالمكاتب كلها صار عندها موظفين، صار عندها سيارات، وصار عندها كوادر، وصار عندها مكاتب، وصار عندها نحن بنعرف تقريبا كميه الشغل اللي موجوده بالغوطه الشرقيه. هلا هذا الداعم الدولي ما زاد دعمه للمنطقه بعد ما فتحت كل هالمكاتب الا بجزء يسير، لانه هو راصد بالاصل هذا المبلغ. فقد زاد هذا الهدر وقل التنسيق جدا مع المؤسسات. يعني طب الاسباب، الاسباب السبب انه فرض، كان فرض من كل مؤسسه بدها تشتغل بهالمنطقه. طبعا في اسباب ثانيه تعمل شراكه، تكون ضعف الشريك، تكون لها مكتب بهي المنطقه منفذ وليس شراكه. نحن هلا اريح شيء عندنا مثلا عندنا شراكات حتى جديده، يعني احنا ما وقفنا على الموضوع لانه عندنا فكر متجدد هذا الموضوع. يعني هلا تقريبا عندنا 15 شراكه منهم الاخوه باشعه امل، يعني شراكه احنا نعتز بشراكاتنا. هلا عم ننفذ مطبخ بالغوطه مثلا يعني خيري، نحن عارضين في دور منفذ وبصرف يعني بالتفاصيل الشراكه. فبنرجع نحن بس بديش استاذ عمران، يعني مش المقصود اليوم هذا النوع من الشراكات، يعني هذه شراكات مفيده جميله، بس الدكتور هنا بيحكي على الشراكات الاوسع اليوم اللي هي على المدى الاستراتيجي اللي بتؤدي لعمليه من عمليات الدمج بين المؤسسات، وليس الشراكات المعتمدة فقط على الفائدة، إنه أنا شاركت اليوم مؤسسة عطاء عم تعطيني عندي فرن ولا عندي كذا اشتغلنا، أوكي هذا هذا بينتهى بانتهاء المشروع. لكن الشراكة الحقيقية اليوم إنه كيف أنا بقدر أعمل شراكة مع هذه المؤسسات من أجل استمرارية المؤسسات. الاستمرارية هي النقطة الجوهرية. المستفيد بالنهاية الفترة، أنا عم بحكي كل الآثار المواضيع هاي رجعت على السوق على المستفيد بالفترة، من تضارب العمل، من التنافسية غير مثلا الصحيحة. يعني هي تعقيب أنا فقط أنه سبب التفرقة هاي كان فيه لأسباب أيضا اللي احنا شو واحد عاطفة اللي انت بتتكلم عنه ده هو الجري ورا المال بتاع الأمم المتحدة، وكان ممكن يفرض على الأمم المتحدة منظومة، لأن أنا عندي 50 جمعية هناك وأنتم من أحد محاور العمل معاكم اللي هو بناء المجتمع المدني، بناء اللي هو اللوكاليزيشن او اللي هو ايه مش عارف بيسموها المحليات. واخد بالك؟ احنا ساعات لما بتجي لنا فلوس بيحصل لنا كده هايبر اوفر بالمصري كده، مش دي اوفر الانجليزي بالمصري المصري اوفر هايبر الحاجات دي كلها، سواء كان من منح عربي او من منح غير عربي. فلكن لكن التنسيق والتعاون ما بين الجمعيات كلها والشركات ممكن تغير برنامج الامم المتحده، ممكن ترفض وتقول من الاول. ده بقى لو كان المؤسسات دي عندها وعي، المؤسسات اصبحت عاطفيه ليه؟ لانها عايزه فلوس. الاصل في الموضوع انها عايزه فلوس. انت الشراكه يا اخ عمران، انت ليك سوره في القران بسم الله ما شاء الله، عيلتك كلها مذكوره هناك. الشراكه معناها تو واي سيستم اور ثري واي سيستم اور فور واي سيستم، يعني انا اخذ منك تاخذ مني، انا اعطي لك انت تعطي لي، مش وان واي سيستم. صح، انت عندك مكاتب في الداخل ممتاز، انت بقى من فلوسك الخاصه اديت لجمعيه ثانيه حته خارج الغوطه. لازم يكون انت دي الشراكه اللي احنا بنتكلم عنها، هو اداك من 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 اسطنبول للغوطه، انت بتدي من الغوطه لحته ثانيه. الشراكه بس مش فلوس، الشراكه في الخبرات، الشراكه في التدريب، الشراكه في التاهيل. يعني الان احنا بس باصين على الشراكه يا اخوانا انها تنفيذ مشاريع وفلوس وخلاص، لا، انا عايزك تديني خبرتك، انا عايزك تديني القوانين اللي عندك دي كلها معموله. يعني في مؤسسات عندها اطر كبيره موجوده اديها لي، بدل ما انا اجيب كونسلتنت واعمل دورات بتاع ده، اخد دي واكيفها على حسب هيتوفر عليا 10 او 20 او 30 الف دولار. الشراكه مش فقط مال، الشراكه في يعني واحد يجي يقعد معاك يبيت لي يقول لك حواديت على ايه عشان ترفع لك حقك المعنويه وانت روحك مكسوره. ممكن يكون انسان محفز ما عندوش حاجه اللي هو ايه اللي هو حقيقي. فالشراكات يعني كثيره جدا، منها اللي هي تنفيذ المشاريع اللي احنا بنتكلم عنها. هي جزئيه، لكن وقت بصير انا عينت عليها لانه هلا هو الحيز الاكبر. مفيش مشكله، مش مختلف معك، بس مش ده كل حاجه. طبعا احنا بنتكلم عن ايه؟ ما يعني شوف لما انا ما حضرش المال لان انا
كانها يعني زودت المال. فالتنسيق اللي بنتكلم عنه في الاضاحي او بنتكلم عنه في المشروع بتاع ان هو اسمه ايه المازوت، يعني كلنا حنات ندي مازوت في حته واحده خلاص بقيه المنطقه المال. فدي دي تعتبر ان الوعي اللي بتقولها يا اخوانا تطلع اسم كده مؤسسه اكس بتقول انا الحته دي مغطيه، روح انت بقى واعملوا الحته دي والحته دي والحته دي. ده اللي هو بيبدا بالتنسيق، بيتحول التعاون ويتحول اللي هو بناء الشراكات وبعدين بناء التحالفات وبعدين بعد كده الاندماج. هي مسيره مش 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 محطات. شكرا للوقت. تعليق صغير على الدكتور محمد. طيب موضوع التدريب انا عم دربه مو اللي مو مشان اللي انا تبعي هي، انا عم دربه مشان يفيد المجتمع السوري، يروح وين ما بده ما عنده اشكال، مشان احنا مو مشان احنا ونعمل ميثاق ونعمل ديكتاتورية على الموظفين. هي مش كبيره، اعمل له ولا ما بتركها، احترمه ما بتركه. يعني انت بتقول استاذ انه ما في مشكله اليوم حتى لو طلع مؤسسه اخرى المجتمع السوري، هي وجهه نظر ثاني يعني طالما انه راح يستفيد من خيره. لكن هي مشكله الاكبر يمكن اللي بيحكي فيها الدكتور محمد انه مجرد عم يجيب يعني 50 دولار ولا 100 دولار زياده عم يترك مؤسسه، هذا ولا لك موظف. ايوه هي مشكلته بالضبط الموظف، هي ثقافه الموظف، ثقافه الموظف بالضبط. كيف عمليه التوظيف الاستقطاب عم تكون غلط، لان اصلا عم يكون على المال وليس على مبني على ولاء او على تجيبه على فكره، صح ولا لا؟ اذا هو المفروض يكون اساسا على فكره، لانه نحن دائما الموظف طالما عم تعطيه مصاري بيشتغل لك، بس انقطعت عنه ما عاد يشتغل لك. هي هي النقطه الرئيسيه. عندي مثال بس عشان لتتضح الرؤيه، هي ميثاق الشرف ليس للديكتاتورية، ميثاق لكلا الطرفين، كذلك لحفظ حقوق الموظف في المنظمة. نعم ولا كل يكون يستفيد اللي يتدرب، ما تستفيد لحالك. لا لا ما هي وين مشكلة إذا دربته واستفاد منه الآخر، استفاد منه المجتمع السوري، هو استفاد منه وهم استفاد منه. لكن أنا عندي وجهة نظر تكون له ولاء إلى، هو له ولاء إلى ما بترجع. مثال هلا احنا بمؤسسة بصمات عندنا مراكز بالداخل السوري. في عنا الكادر كلياتهم مدربينه سواء كان بالخبرات المهنيه او انه العلميه. اللي صار انه احد المنظمات بعد ما دربنا الكادر وكذا قال نحن صار في عنا نقص بالمال سواء كان بالحوالات ما الحوالات. فاجت احد المنظمات الله يجزيهم الخير طبعا بعدين لا صرنا الكل بيعرفوا، فقال نحن نعطيكم زائد 50 دولار مقابل تجي لعنا. ايه يعني اجوا لعند الموظفين قالوا لنا كذا كذا كذا. قلنا لهم خلص انتم شوفوا هم بيجوا معنا، ولكن هل هذا يعني مو لازم يكون في ميثاق شرف بين المنظمات بحد من هالمواضيع لكل الطرفين؟ لكل الطرفين طب الموظف والمؤسسه تحفظ حقوق المؤسسه، نفس الموظف ما تحفظ حقوقه. هاي ميثاق لا ليش؟ لابد انه يكون في شيء مقنع او مجزي لاني انا صرت لهذه المرتبه العلميه. هلا ندخل في جدال في الموضوع يا جماعه. هاي الاشكاليه هي اشكاليه اداريه تمام، والعالم الغربي كله في موضوع هذه المساله الاداريه ميثاق الشرف لا يعترف فيه تمام، مع كل الاحترام. انما انت المتعارف عليه انه انت عندك مع موظفك اتفاقيه تشترط عليه في عقدك انه اذا انت بتتدرب عندي ممنوع تتركني لمده سنه او سنتين، تتركني ممنوع تروح لاي جمعيه، هيدي بقى بتحطها انت بشرطك صرت انت محافظ عليه. انا ما عم بدخل بمساله تحفيزك للموظف شو عملت معه وانك ابقاء الموظف عندك وهالاشياء كلياتها، لانه مش دائما المساله ماديه، قد تكون راحه البال اهم من الماده. منتقل طب هذا بيجيب ولاء للمؤسسة والاسم. رئيس الى الثاني مستمر بنفس المؤسسه. هؤلاء ما بيجي واحد تعمل معه عقد يستمر معك، بده يروح بناقص 50 دولار ما بيجي 50 دولار لانه عم يجي صرف، يعني عم يحط من جيبته، عم يحط تحقيقا لفكره معينه او هدف معين. الولاء احيانا فاحيانا بقول لك مثلا هذه المؤسسه وهذه الجمعيه يا اخي متكتلين عاملين تكتل، عرفت شلون؟ ما بيجيب غير اللي بيعرفه. يقول لا ما حقيقه هيك، هذا الناس الجهلي بيفكروها هيك، هو عم يجيب الولاء بحيث انه الجمعيه تستمر، نقص الدعم تبعهم او زاد
براتب من غير راتب راح يستمر في اداء عمله كما لو كان. خلينا نوضح هذه الفكره عشان ما يفتكر الناس انه وجود اليوم الاقرباء والمعارف المؤسسي ربما يكون امر صحي على الدوام. لا لا بنحكي لوضع معين على حاله معينه. ففي نقطه انت دائما يعني اساس كل جمعيه بقول لك انت تشتغل اول شيء الفكره ثم الافراد ثم النظام الاساسي اللي عم يربط بيناتهم هذول. فطالما هلا لحد هاللحظه هن هي الجمعيه نفسها هن عباره عن فكره وافراد وما في نظام اساسي ترى هدول شلي يعني هاي الشلي مجرد اختلفوا رح تفرط العمليه كلها. فالنظام الاساسي اليوم بده يحكم بيناتهم. نحن هذا اللي عم نقوله اليوم. انت ممكن اليوم تكون في مجلس امناء ويشتغل اصلا كل اعضاء مجلس امناء اغلبهم عم يشتغلوا مجانا بدون اي فلوس وبدون اي مقابل تحقيقا لفكره هن بدهم اياها. لكن في اشخاص تطبيقا لمبدا الشفافيه في المؤسسات المفروض ان تعلن عن وظيفه معينه اذا كان في شاغر ويتقدم عليها من يتقدم وينعمل له مقابلات اتش ار ينعمل له مقابلات مع المدراء وهو الاخير ثم يتجاوز هذه المرحله. هلا احنا ما بدنا كثير يعني احنا اولاد يعني اولاد حاره وحده مثل ما بقولوا بنعرف كيف طرق اليوم التوظيف عم تكون في المؤسسات. احنا بدنا نحاول نوصل للافضل يعني كمان للامانه في بعض الموظفين او بعض المؤسسات عم تجيب موظفين بطرق غير الطرق الرسميه لكن عم يطلعوا اكفاء للامانه وعم يشتغلوا عم يؤدوا الدور المطلوب. ما عندنا اشكاليه بهذا الموضوع ما بدنا كثير ندخل بجدال لكن انا معك متفق معك لازم تكون الافكار تبع المؤسسه رئيسيه. دكتور سيد عاوز تتكلم في هذا؟ انا بس كنت بقول ان انا صحيح في جدول اعمال قدامنا وانا عارف انك بتوازن بين ده وبين الناس لكن نظرا لان تقريبا السيشن الثاني بتاع مجموعه العمليات تقريبا وقت انتهى فانا بقترح لو الاخوه ما يعملوش معانا الموضوع بحيث هنحدد ثلاث مجموعات كل مجموعه لها عنوان من الحاجات اللي قالها فيها يعني تحت العنوان ده ممكن يكون بعض العناوين الفرعيه بحيث نشمل كله يتحدد مين مسؤول كل مجموعه والاوضه اللي هيقعدوا فيها بحيث لو هناخد بريك شويه دقايق ولا حاجه وبعدين هنتفق لو متفقين على كلمه لعبه كل مجموعه هيكون معاها انا متوقع مش اقل من نص ساعه عشان هناك يشتغلوا بس ممكن يكون اكتر شويه عشان يجاوب على اربع اسئله. بالموضوع المطروح ده ايه اللي احنا بنعمله؟ يعني المؤسسات المختلفه بتتعمل نمره به ايه اللي مفروض يتعمل واحنا ما بنعملهوش عشان مش قادرين نعمله ولا مش عارفين نعمله ولا مش مناسب. نمره 3 ايه اللي مطلوب ان احنا نطوره عندنا عشان نعمله. نمره 4 الريكومنديشن بناء عليه بنقول ونحن نوصي نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا متوقع دي اخرامي لو اذنت ليا يعني انا تاري احنا قعدنا الوقت الساعه ونص دخلنا على ساعتين لو خدنا بريك صغير بس قبل البريك يكون عارفين الاوضه دي والاوضه دي والاوضه دي دي معاها الاخ فلان وفلان وفلان والناس تعمل مجموعه سواء تعمل راندوم 1 2 3 1 2 3 كل الاخر راندوم زي بعض. لكن اللي احنا ما وصلناهوش هو ايه الموضوعات الثلاثه ايه المجموعات بس اخترنا المشكل الهرمي على التلفزيون على البي بي سي بتاعت على البي بي سي ازاي؟ ان استاذ مقسمين يعني ثلاثه موجوده اخي بس الناس لما دخلوا في الحوار بعد ما قالوا كلام كتير كده اتقال ربما نضيف على المجموعه بس حديث الكلام الافاضل دول جايبهم ربما نضيف على دول وربما يبقى دول كلهم موضوع واحد بس انا حريص الناس لما يفتح المؤسسه تكون فعلا بتعمل حاجه يعني ما مش كل يوم بالليل اكون هنا. طب احنا بس خلينا دكتور سيد اذا نحدد اليوم موضوعات مثل ما شفتوا متعدده وإذا كان بدنا نركز نحن ببعض الموضوعات فإذا بنرجع بنقول في عندنا شيء موضوع واحد يا أستاذ في كل مجموعة هو موضوع واحد بس أه بده يكون موضوع واحد ليه؟ لأن إحنا عايزين نخرج بشيء ممكن نجي لكم أنا ما عنديش مشكلة أنا عاطل عن العمل أه ما عنديش وظيفة أو صايع أو شو حاجة صورة فيسبوك يا جدع فوكوا بقى فيسبوك لايف طيب احنا بس مشان ما نقطع سلسلة الأفكار تبعتنا احنا عم نقول انه الورشة ديناميكية بس مش إلى حد اليوم انه بالأخير نكون بثمان مقترحات نصير ثلاثة بعدين نصير واحد ما بعرف إذا أنتم موافقين انه بس تكون وحدة نقطة وحدة نركز عليها. أنا بعتقد انه نكون حرمنا بقية النقاط الوقت بتقصر سارة ممكن سارة للنقاط بشكل أنت بتسأل؟ لا أنا عم أسألكم يعني أنا عم أقول هل من المفيد إنه نعمل ثلاث ورشات عمل لنقطة واحدة ولا ثلاث نقاط؟ هذا السؤال مين؟ ثلاث نقاط أفضل. أوكي فإذا خلينا نشوف شو هي النقاط. هلا نتحدث الحقيقة نحن بقالوا إنه تصنيف المرأة والعمل والشباب كلهم بفئة واحدة هاي نقطة بس أشوف قديش ممكن نجمع عليها. النقطة الثانية موضوع المواطني والهجرة يعني السوريين في بلاد اللجوء هل انتم شايفين نقطة ممكن نعمل عليه ورشة عمل؟ هل ذات أولوية اليوم؟ نحن نشوف ذات أولوية. اوكي اذا ممكن تكون
ممكن تكون ذات أولوية. إذا خلينا نحدد إنه هاي وحدة بنكون السوريين في بلاد الهجرة واللجوء شو الأفكار والمقترحات طبعاً على مستوى المؤسسات وليس على مستوى الأفراد. إذا هاي النقطة. النقطة الثانية بعتقد هو موضوع انقطاع وشح التمويل، هذا أكيد. لا عايزين دلوقتي ولا عايزين الدكتور سيد ركز في بعض الضغط. هو ورشي يعني عفوا نحن في عنا لأنه الدكتور سيد حيتكلم عن هذا الموضوع بعد الظهر، لكن نحن إذا قلنا عملنا هذه الورشة الساعة ساعة وربع بهاي المواضيع رح نقدر نستفيد منها ونناقشها مع الدكتور سيد. يعني مخرجات هذه الورشة ممكن أول شيء نناقشها مع الدكتور سيد وقت بده يعطينا شيء عن شح التمويل. بس طيب بس في مشكلة. هل أنت مرتب هل أنت مرتب كذا يا سيد ولا أنت مرتب حاجة تانية؟ يعني انت برضه مو حيجوا ناقشوك ولا انت هتعمل عرض؟ ما في مشكله بالاثنين، ما في مشكله. لا معلش معلش بس هو المعول. لا ممكن ندي لك مغريات. لا يعني زي ما شايفين اخواننا ما في مشكله. بس هذا الموضوع بيهم الكل، فكل واحد ممكن يكون في عنده اقتراحات، ممكن يكون في مشاكل عم يواجهها، فيفضل ان تكون الورشه العامه يعني ما تكون بعد الظهر حتى لو ما تكون ورشه مستقله. الانقطاع بيكون للكل يعني. قطاع مش حد عامل كل رؤساء منظمات. بس هي الفكره انه نحن فعلا هلا مقبلين على مرحله هي شح التمويل. نحن كان بدنا مجموعه من الناس يجتمعوا يقولوا لنا شو هي الحلول اليوم، شو هي الحلول الممكنه بظل الوضع القائم الراهن. لازم مؤسسات ممكن تحافظ على المؤسسات وتزيد عدد المستفيدين، وممكن مثل ما قلنا ذكرنا فكرتين ثلاثين، مبدا اندماج، مبدا كذا، مبدا كذا. الحقيقه يعني بده يكون في مقترحات معينه. هلا الدكتور سيد حيعطي في صلب هذا الموضوع، في داخل هذا الموضوع، بس حيعطيها ان شاء الله على شكل برزنتيشن. اوضح اكثر الفكره انه المراه والعمل والشباب هو قطاع عمل. المباحثات السلام او انسى مباحثات السلام، المواطنه والهجره كما قطاع عمل، اما شح الدعم ما قطاع عمل، هذا بهم الكل. والله حتاثر سنه او ثلاثه يعني النتيجه حتطلع حكى للجميع. الدكتور حيجي ويشرح الموضوع تمام. بس يعني مشاكل قد تكون مواجهه منظمه كل مواجهة هذا مواجه هذا الأمر. أنا إذا أنت عندك عم تقترح مقترح إنه هاي خليها تكون مناقشة عامة كورشة عامة، إيه رأيك دكتور؟ يعني مو قطاع عمل إنه مثلا إيه رأيك؟ ما هي النتائج هتنحكى للجميع يا دكتور سيد، هنضيف عليها أنت عايز تعمل كورشة هتنحكى. يعني هي للكل، الكل راح يكون الكل أنا شايف الكل يعني قطاع الوطن الكل. خليها ورشة وراح تنحكى نتائجها للجميع ويلي بده يضيف. بس هل انت اخ سيد بعد الظهر ممكن تحول الورشة بتاعتك بدل ما هو عرض لاقتراحات الناس كلها حوار وتدير انت؟ فبقول حضرتك ممكن اعمل ده. قصدي وانا بصمم الورشه لما عرفت اخويا هاني موجود انا هفتح نقاط، لكن مداخلاتك هيك ومفيده مش مشكله. خلاص يبقى الورقه يبقى خلي التمويل ده دكتور سيد وانا حسابه لبعض الغد. اوكي خلاص يبقى انت عملت ثلاث ورش ثانيه. حط عنوان ثاني بقى غير التمويل. طب انسى اذا صار عندنا، اذا اول شيء المواطني، ثم اثنين موضوع المراه والعمل والشباب السوري في بلاد اللجوء مثل ما قلنا. هلا النقطه الثالثه حكينا في مباحثات السلام. اليوم بس خلينا نوضح انه شو سبب اهميه هذه النقطه. للاسف اليوم يا جماعه قل قليل، اليوم هلا انتم بيناتنا قل قليل من يعرف انه في اصلا ناس موجودين من المجتمع المدني السوري في جنيف عم يكونوا مراقبين للعمليه او مستشارين للعمليه كلها التفاوضيه. انا برايي من المفيد اليوم نجتمع مع هؤلاء وبعض الموجود، يعني الاستاذ خالد ولا الدكتور محمد هني موجودين هنيك وعلى اطلاع شو عم يصير بهذيك الغرفه. فخلينا نقول نعمل هذه الورشه اليوم لنحدد اصلا انت كنت على اطلاع لا هو مؤمن بها بس مش فيها. انا كنت على اطلاع كلام نحن كجمعيات منظمات انا بفضل انه نحكي بالجانب الاداري اللي هو موضوع الموارد البشريه والميثاق اللي كان عم يحكي عنه الدكتور. هذا حيكون ضمن مكان العمل، يعني ضمن ورشه العمل حتكون ضمن هذا الكلام. فنحن اليوم في عندنا ورشه ثالثه هي مباحثات السلام الان عم نقولها. وانا ما بعرف الدكتور هاني، انا مع الدكتور هاني شايفه كثير مهم اليوم. انا الدكتور محمد لازم يكون موجود فيها. اي طبعا ممكن هو رئيس ممكن طبعا. هلا اذا بعد ما نتفق على هدول خلينا بعدين نقسم من الشخصيات. خادم طيب متفقين على هدول المواضيع ثلاث ورشات؟ طيب بتحبوا نوزع عشوائي ولا خلي بس اقول مين مسؤولين الثلاث ورشات؟ هلا نحن عندنا اول شيء الورشه الاولى المراه والعمل والشباب. اول شيء مين حابب يكون فيها؟
لازم واحدة من الأخوات الموجودين هي اللي تقود المرأة. طيب موضوع المرأة. بس ذكرنا اياهم هيك على السريع مشان الواحد يعني انه صار الكلام وحده تبعيه المراه والشباب الثانيه اول ورشه تبعيه المراه والشباب والعمل الثاني المواطنه والهجره في دول اللجوء النقطه الثالثه مباحثات السلام هذول ثلاث ورشات عمل حيكونوا فنحن اذا بدنا يكونوا ورشات العمل ممكن نختار سيدي مشان ما هيك جدرة فممكن تكون اختنا ايمان هي مديره الجلسه او رئيس الورشه اوكي هلا بالنسبة للمواطنة والهجرة مين حابب يكون فيها؟ خالد طيب انت بقى انت مسؤولة؟ ممكن تبقى انت مسؤولة لا اكون مسؤول لا ما شوف انا حابب اشارك بالحلقة انا عندي حالة لا بس رفع ايده مش الحالة انت الحالة ولا مين؟ طيب حمام خادم مش رفع ايده طيب استاذ خالد انت رئيس هام تمام؟ وبعاونك اخونا الاستاذ محمد لا ما هو استاذ محمد هيمسك ورشة لا استاذ محمد محمد مين؟ بخمسين ألف محمد مباحثات السلام دكتور. طبعا دكتور محمد هلا الحقيقه اللي بده يكون بس مشان تعرفوا رئيس كل ورشه هو اللي بده يطلع يقول لنا بالاخير المخرجات تاعت ورشه هو بده يدير العمليه ضمن الورشه ونقاطها وتحديدها وكذا انا برايي نطلع مثل ما قال الدكتور سيد انه ماذا نعمل ولماذا نعمل شو الشيء اللي ما عملناه ولازم نعمله واخيرا المخرجات او التصنيفات بدها تطلع من عندنا من هذه الورشات اذا موافقين أنا برأيي خلينا نطلع بريك مسألة السلام أنا أتصور أن أنت لو وزعت ثلاث إخواننا دول على قضية السلام معناه أنه نقول ماذا تعمل المؤسسة نفسها مؤسسة عامة اتفقنا على كده أنا بتصور أن معظم المؤسسات لو أنا على حسب معلوماتي الضعيفة أنها ما بتشتغلش بالتكاية يعني إلا إذا أنت كنت عشان بس يبقى الورشة لها عملية مسألة السلام أنا متوقع لو اللي على يميني أو على يساري داخلوا بديه هما مش شغالين تحت السلام فمش هيلاقي حاجات يقولوها طيب هاي ممكن تكون اختياري لا انا قصدي من الممكن تقول الناس اللي هما شغالين في السلام هيشتغلوا بديه مثلا او حابب يعرف يتطلق او حابب بس الدكتور سيد احنا الهدف يا جماعه بس خلينا نقول ليش مباحثات السلام ذكرناها ضمن هذول لانه في فئه كبيره اليوم ما بتعرف اصلا انه في حدا بجنيف ونحن يلزمنا مشاركتهم يعني انا على اطلاع ببنات الى سنتين في هذا الملف وعلى تواصل مع غرفة المجتمع المدني في جنيف بس للأسف فاجأت كثير اليوم من الناس ما بتعرف عن هذه الغرفة وإني أعضاء المجتمع المدني وقيادات المجتمع المدني وما بيعرفوا عن أي حد يا أستاذ رامي وحساب السلام جنيف على حسب علمي عم يروح ينقشوا المناطق اللي بدهم يقدمون لها بس طيب عشان دراستين دقيقتين حينحكى بالورشة طيب لما بيحكي بس بدي مشان مسألة الانتقال للغرفة ما هو خلاص احنا بالبريك حنسوي الدكتور محمد والدكتور خالد والدكتور ايمان والدكتور ايمان طيب اللي عايز يروح مع ايمان انا بس عايز اضيف على الورشه الاولى التعليم خطاك كروس كاتك ما خلص محمد والشباب تعالي كروس كاتك طيب السلام فين؟ طيب احنا حنوسع الغرف بس رح يطلع بريك بس انا بدي اشوف العدد المقدر لورشه السلام بالتحديد لان هذا بالنسبه كثير مهم مين حيكون في ورشه السلام؟ طيب عزيزها في اقبال ممتاز طيب يبقى نديروا طيب. الغرفه على حسب العدد اذا العدد صغير الغرفه الوسطانيه دكتور هن رح يكونوا انا متوقع سته او سبعه لازم نخرج مراجعات توعيه الغرفه الوسطانيه الدكتور محمد حيكون اكتب الغرفه الوسطانيه الغرفه الوسطانيه الغرفه الوسطانيه طيب الهجرة لسه ثواني الهجرة مين بده يكون فيها؟ الهجرة والمواطنة في دول المجتمع المهاجر يا مكان آخر الهجرة والمواطنة طيب عدد ممكن يكون العدد إذا شاء كان كبير بدنا يكون صراحة بدنا مثلا يكون فيها ما يقارب 8 أشخاص لحتى يكون في توازن طبعا حنبدل يعني حنشوف بالأخير حنوزع التوزيع هي بتتحمل الغرفه اللي شو خلينا نتحمل 8 اشخاص طيب خلينا بس غرفتي انا غرفه المدير الهجر اي انا بدي احدد بس مين بده يكون بالغرفه الكبيره العدد الاكبر حيكون هون بده يكون هون مين طب اذا كانت مش المواطنه الهجره ممكن تكون دور المراه والعمل والشباب في هذا الموضوع كم واحد لا انت بورش مين تكوني بورش تمام انت فيها انت تمام اوكي تمام عظيم النساء كلهم بهالورشة ممتاز إذا ممكن يبقوا هون أنا شايف العدد الأكبر فيها فممكن يبقوا هون إذا متفقين هلا نطلع بريك ربع ساعة ونرجع إن شاء الله طبعا الورشة إن شاء الله شكرا.